السلام عليكم. أنيطت بمهمة تقديم الدكتور إسماعيل نوري الربيعي، وحالما تطلعت إلى صفحاته وما كتب عنه فوجدت أنه جبل شامخ لا نستطيع الإحاطة بعلمه، ولذلك لي الشرف أن أقول عنه هذه السطور القليلة التي وجدتها مبعثرة بين هذا المصدر وذلك المصدر. الدكتور إسماعيل نوري الربيعي مؤرخ وباحث اقتصادي عراقي معاصر وباحث في الفكر السياسي والتاريخ الاقتصادي. ولد في مدينة بغداد ويعتبر من الجيل الثالث من المؤرخين العراقيين المعاصرين، كما يعد من الباحثين العراقيين القليلين الذين اهتموا بفلسفة التاريخ والفكر التحديثي والنهضوي. فهو لم يقف عند حدود الكتابة التاريخية التقليدية، وإنما تجاوز ذلك عندما سخر معرفته التاريخية في تفسير الكثير من الظواهر الحياتية، ولا سيما في مجال السياسة، الاقتصاد، القضايا الاجتماعية والفكرية العربية المعاصرة. ونستطيع أن نتلمس ذلك في كتاباته الأخيرة والتي تكشف عن أصالة فكره وانحيازه لكل ما هو نهضوي وتقدمي وإنساني. أذكر من مؤلفاته وأحاول أن أحترم الوقت فلا أعد الجميع من مؤلفاته وهي كثيرة: موسوعة تكوين البشرية 4 مجلدات، العرب والإسلام من القبيلة إلى العقيدة، مفهوم التاريخ عند العرب، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، العرب والاستعمار، إشكالية الهوية والوعي في تاريخ العرب الحديث، تكوين أوروبا السياسي المعاصر، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، التاريخ والهوية، العرب والمستقبل، فلسفة التاريخ، نبلاء ودراويش في تاريخ الحروب الصليبية، العرب والإسلام، قراءة في سياقات الحضارة، تطور العلوم عند العرب، العالم، تحولاته، التاريخ، الهوية والعولمة، ثلاثية تكوين العراق الحديث، الثقافي، السياسي، الاقتصادي، كما يقال قيد التحكيم العلمي، وأخيرا البشرية تواجه ذاتها، قراءة في أصول التكوين. ولنستمع معا إلى هذا المنبع الرائع في العلم والمعرفة، فإليك الفضاء سيدي. أسعد الله مساءكم أساتذتي الأفاضل وأستاذ رحمن عباس، يعني لا أملك سوى يعني الشكر والامتنان، ووصفتني بما لا أستحق. أنا مجرد باحث أو قارئ، لنقول قارئ متواضع، وهذا مو من التواضع بل حقيقة. شرف لي أن أتحدث أمام هذه النخبة العظيمة، النخبة الرائعة، مجموعة من العقول النيرة الهائلة، فأنا أتعلم منكم الواقع. يعني الإخوان الأعزاء، المحاضرة تتعلق بأصول التكوين والتفاعل الإنساني، وسؤال يعني طالما راودني باعتبار حالة الاشتغال بالمجال التاريخي، وأكو أسئلة متجددة. الأسئلة المتجددة تتعلق ب مسألة النسق والسياق والإبستيمولوجيا اللي احنا نترجمها خطأ نظرية المعرفة، أو يعني ليس بالإمكان سواء أن نضع توصيف أو مقابل مرادف لها إلى آخره. أنطلق من هذه الإدراك البصري. يعني وكالة ناسا كما يعني تعلمون بدأت تثبت مجموعة من الصور، وهذا طيف ده يتراعن، وهذه الظاهرة البيريدوليا
يعني شافوا عبد الكريم قاسم بالقمر، هاي الصورة العشوائية. هنا هذه جملة من التساؤلات، إدراكنا البصري، طريقة الإدراك، هو الكائن البشري وكيف يدرك. أنا أنطلق من يعني أسأل البعض إذا كان يبادر ويساهم. أنا شخصياً أطلق عليها أنا ما أراه، أرى الكائن الفارسي الكوني، لأن هذا جريندايزر وحش الفضاء دا أشوف بها وحوش ودا أشوف رمح وهذا وحش. وبعدين من تدخل تشوف مدركاتك البصرية هذه الظاهرة تشاهد المزيد والمزيد صور عشوائية. إذا يساعدني أحد الأخوان ويقول لي ماذا يرى في هذه الصورة لو سمحتم، أكو مبادرة؟ هل من مبادرة؟ نعم، يعني في منتصف الشخص المرتفع للأعلى، في منتصف كأنما رأس نمر. حلو، هذا رأس نمر مضبوط. إيه. والفارس كأنما مش رافع رمح وإنما رافع مشعل، يعني كأنما مشعل. حلو، مشعل، مشعل الحرية. شوف يعني شوف كل يرى أنت لا ترى في الوجود سوى ما تريد أنت أن ترى. أمام الفارس هذه الكتلة، أمام الفارس في بدايتها اللي فيها كأنما رأس امرأة تنظر باتجاه الفارس. زين، أريد تشكيلي، ما عندنا تشكيلي، عندنا فرادي بعد. لا يلا تشكيلي. نعم، حقيقة قراءة أنا أشعر كأنما هذا الشخص يريد يعانق السماء. حلو، عانق السماء. زين، أنا أرى في الجانب الأيسر من الكتلة تمثال روماني يلتفت إلى الجانب الأعلى، وهناك نمر ينقض عليه، ومن رأس النمر هناك شعاع يتجه إلى الأعلى إلى اليسار وقليلا الأعلى، والباكراوند مال الأشكال هو عبارة عن مجرات فضائية. أرى حريقا في وسط محمر اللون في الوسط ينطلق من رأس خرافي، وأرى في الجزء الثالث الأخير كما وصفه دكتور سعد هناك فارس يحمل رمحا. أنا أرى تمثالا شبيه بتمثال الحرية يحمل رمحا أيضا. زين دكتور إسماعيل، بس اسمح لي يعني أيضا أبني لي. أنا أشوف الصورة بشكل مختلف. أنا أشوفها تكبير لذرة غبار في المجرة. ما اختصاصك اي تي اظن حضرتك تحسين الشيخ اللي انا متوقف. اي صح. الف رحمه على الماتولك. ليش انا اكتفي بهذا القدر؟ وهي هذه نقطه الانطلاق. هذه اصلا انا راح انطلق منها، يعني الشيخ لي لان اختصاصه اي تي، يعني من المتابعين من حضرتك اشكرك، شاف بعين الراصد العلمي المدقق، الشاعر شاف بعين الرومانس، المناضل اليساري القديم شاف المشعل، وهكذا. يعني هذه الظاهرة هي ترتبط وين؟ احنا ننطلق من الإنسان، وهذه مو إلي الجملة، الجملة لميشيل فوكو يقول إن النسق ما يخترقنا بالعمق هو النسق. النسق يعني أنا آسف لا تعالم ولا ديفينيشن، أنا منطي تعريفات، بقدر ما أحس أنه هو تراكم تاريخي الأفكار وعلامات تشكلت وين؟ بسياقات. يعني هاي السياقات اتصلت بأنساق قيمية وثقافية، العلاقة طبعا جدلية. النسق طريقة، سيستم، نظام، والسياق إطار. إطار يعني هذا السياق، سياق ضمن النسق. النسق أعم وأشمل، بس العقدة داخل النسق. هنا نجي نظرية المعرفة كنظام. انت نظرية المعرفة لما تنطقها الإبستيمولوجيا، هو يعني خلينا نسميه علم السبب أو علم السؤال. ليوتار يقول نعمة السؤال يطلق عليها. العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شي يقول؟ يقول إنما شفاء العي بالسؤال. قيل وما العي يا رسول الله؟ قال لهم العي هو التعب. يعني أرسطو لما اشتغل وقدم عن الإجابة قال الفلسفة تبدأ من الدهشة، من الحيرة.
يعني هي مو مرادفات، الدهشة الحيرة. والدهشة والحيرة هو الإنسان البدائي لما اندهش، هاي الدهشة والحيرة ظاهرة النار، هاي المنطلقات الأساسية في تاريخ البشرية. النار اللي امتدادها يعني يقدر 250 مليون سنة إلى آخره، وبعدين دخلت بالتنظيم العصا. والعصا شلون حتى الاستعارة الميتافور الكبير موسى، وما عصاتك يا هي عصا أتكئ عليها وأهش بها غنمي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. شوف طبعا الامتداد والانفتاح، والعصا مكون أساسي بتاريخ البشرية، النار والعصا. وبعدين تجيل الجمل اللي ساهم بالاتصال، عبور الفيافي والقفار والصحارى، وبعدين الحصان. يعني وهذه ترى الحصان جاء متأخر بالمناسبة، هذه ساهم بسؤال. راح تقول لك جاب الفلسفة على النار على العصا، لا، هنا احنا خلينا نحاول أن نربط بطريقة فهم العالم والفيلسوف أو المتسائل أو اللي يركز بالواقع. النظرية أو نظرية المعرفة تقوم على بناء نظرية، يعني العقل المنظم خلينا نقوله. هنا حتى تفهم العالم أكو جوانب تتحداك، وهذا التحدي يحتاج إلى تفسيرات متعددة. تبدأ من التفسير السهل والترجيح، وبعدين يعني تصل إلى محاولة لدرجة الفهم تمكنك من تحقيقها. الناس تفكر وتركز على فهم العالم بأكبر طريقة ممكنة من العموم. فهنا التجانس، تبحث عن التجانس، التدقيق الوصفي، الوصف الدقيق. الشاعر له طريقته بالوصف، الاستعارة والميتافور والاستعارة إلى آخره، والصورة الفصل. لكن قوة التفسير، قوة التفسير والإحكام والتجلي وين يكون؟ إحنا ما نريد نحكم مقدمات ونتائج بقدر ما نشوف الفيلسوف ينطيها يعقلن الواقع، يعقلن الواقع. هنا عندك عملية البحث، أنت شو تريد؟ تطوير الفلسفة، كيف تطورت الفلسفة؟ هنا عادة عند مسألة المقولات. أنت من لديه قدر من المعرفة، إحنا اليوم مشكلتنا الراهنة، وهذا الكلام ليس لي به، لكن هذا كوتيشن عن هابرماس، يقول طوفان من المعلومات، شح من المعرفة. هاي مشكلة، ومشكلة كبيرة. أنت عندك داتا هائلة، بيج داتا، لكن المعرفة وين؟ لا، أيضا سؤال مهم يجب أن نتوقف عنده، عند أصول التكوين والتفاعل الإنساني حتى نلقى وحدة موضوعية. أكو معتقدات راسخة، وهذا الاعتقاد الراسخ منين يجي؟ الأسباب أنثروبولوجية. الأسباب أنثروبولوجية ليش؟ يعني أكو شكوك وأكو حالات شاذة بالتجربة، تجربة الناس في العالم. أنت أيضا عندك قضايا في نظرية المعرفة، ما طبيعة المعرفة؟ هنا عندك شلون تتعامل مع السؤال على أنه سؤال مفاهيمي، تستعلم عن مفهوم، عن الفكرة، وهنا ما تحيد الفكرة بقدر ما تفعلها. مشكلة الثقافة الأخرى والثقافة المنظمة، المرء هناك بالآخر، الآخر الجميل الشمال، يبحث بالمفاهيم ويأصل لها، يقدم الفرضية، يحدد ماهية المعرفة. المفاهيم مو كلمات، فوكابيولري، تصفط كلمات. ما انت تيجي يعني حتى احنا بنشتغل، من تشتغل المقالة تختلف عن من تشتغل البحث. هنا هي وسيط بلي، نعم، لكن عندنا مشكلة، هو خلينا نسميه الكلام او الحكي التحرري. اتطورت المعرفة شلون؟ وتطورت من مفهوم حرية إنسانية، وحرية إنسانية مو مبفى تقليدي للحرية، أعطني حريتي أطلق يدي، لا 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 لا، هو بالمعنى الفيبري ماكس فيبر، disenchantment، يعني شلون أترجمه، disenchantment، تحرير العالم من الوهم، نزع الوهم عن العالم. وهذا المفهوم هو يعني أنا طبعا مو يعني هذا الاستغراق بالصورة التصوف والاستغراق بالعقيدة، العقيدة اللي تحولها إلى عبء، العقيدة تحرر.
والتصوف نور الله والمشكات هذا تحرر أنا أعتبره. لكن لما توغل بهاي العبودية لا تتحول إلى قيد رهيب. هنا المعرفة ما عادت موضوع، ما عادت موضوع، الخطير هنا أصبحت في خدمة الموضوع. يعني شلون؟ المعرفة ما عاد الذات، هي في خدمة الذات، تحولت موضوع للذات. هذا شيء خطير. وهنا المسألة اللي تجينا على طريقة التداخل بالتلقي الآخر. احنا عندنا مشكلة لما اجتنا الميتا البادئة، يعني ما بعد الحداثة والحداثة، وبدينا نترجم الميتا هي بعد. يعني وأنا شخصيا يعني كنت مندرج ضمن هذا السياق، سياق ترجمي مباشر، ما بعد الحداثة يا بشنو ما بعد الحداثة، يعني الحداثة وما بعد، لا لا أبدا، هي لا فوقها ولا تحتها ولا وراها ولا قبلها. هنا أنت تبحث عن خطاب الحداثة ما يكمن بها، تضمين للذات الساردة، هي موضوع قابل كل شيء قابل للسرد هو ما بعد حداثة. هنا أكو يعني شلون تأطر، شلون تضمن الفكرة، تبحث ما وراء، هي ما وراء الحكاية، ما وراء السرد، ما وراء السلطة. السلطة لما تزعزع وتهد كيانات كبيرة وتعمل النظام المعرفي على إعادة إنتاجه شنو كموضوع، الميتا سرد هنا يتناول الجراوند ناريتيف، الحكاية الكبرى اللي أخذت شرعيتها. هنا عندنا يقودنا إلى مسألة خطيرة ومهمة، هو البحث في تاريخ العلم والسؤال. قلنا السؤال، نعمة السؤال، أهمية السؤال. السؤال يقودك للتفحص، وبعدين هذا التفحص وين يقودك؟ للوقوف على العلاقات القائمة ما بين العناصر، أكو عناصر سائدة. هنا عندك أنت مو تطرح سؤال، كلنا يسأل، يعني كلنا نموت، أنا والملك والحمار، لكن اطرح السؤال، كيف تصيغ السؤال؟ السؤال ما يقوم على البحث عن إجابة، يعني ما أنتظر إجابة. أنا شخصيا كإسماعيل نوري المتواضع البسيط العقلي على قدي أبحث عن إجابة، لا، سؤال الفلسفي يريد خلق سؤال جديد يبتعد عن النمطية والشيوع. لذلك أكو ميشيل فوكو، لذلك أكو علي الوردي، لذلك أكو يعني منو عبد الستار راوي، وأكو السياب، أكو مبدع كبير، أكو مبدع كبير، وأكو مجتهد قارئ عنده محاولات. لكن شمعنا الفرادة طه باقر هسه راح أقول الريادة، لا بقوا وعاشوا، لو الريادة ما ظلوا لحد الآن مؤثرين ومهمين. السؤال يكشف جوانب مخفية بحقل العلم، بحقل الشعر، بحقل الفلسفة، بحقل السؤال المعرفي. هنا عندك مرتكز آخر، أكو وحدة العلم التاريخية ضمن مجال محدد زمني. عندك توماس كون شغلة البارادايم، المنطلق، أكو أبدأ من حكاية البارادايم. وتوماس كون هذا فلسفة العلم، رجل عنده مساهمة خطيرة بالبارادايم، يحكى يعني خلنا ننطلق من المثل، قصة حكاية، يحكى أن رجل فكر سمع بجزيرة، والجزيرة بيها بشر ذوي عين واحدة، فقرر يروح للجزيرة ويأخذ فد اثنين ثلاثة ويعمل لهم سيرك ويسويهم فرجة لمبة محمد ويستفيد. لما وصل الجزيرة أصحاب العين الواحدة شافوه غريب وسووا فرجة وخلوه، عملوا سيرك دائرة وصار فرجة. قضية يعني تفسير الظاهرة، التشون الظاهرة لمتطلبات العصر، كل عصر أو كل زمكانية خلينا نسميها، أنت عندك مثلا النظرية حسب شنو؟ حسب شروط وقياسات السائدة ضمن فكرة. شلون الأسئلة اللي طرحها الفيزيائي والرياضي مثلا هذا ستيفن هوكينز الله يرحمه تختلف عن الأسئلة اللي طرحها مثلا أينشتاين، لأن لكل زمن أو لكل نظام تاريخي، نظام إلى نظام معرفي خاص به، إلى أسئلته الخاصة بها.
نيوتن لما قدم نظرية الجاذبية، لكن أينشتاين قدم نظرية النسبية. يعني شلون أكو مسألة الحقيقة والمعنى، شلون الوظيفة الأصيلة لطرح السؤال. السؤال السقراطي الاستنباطي كان مهم وأساسي، بقت عليه البشرية آلاف، يعني آلاف من السنوات. إجا كانت بالنقد مالته يعني حطم، لكن هو مو تحطيم، هي باشلر يسميها قطاع معرفية، وهاي القطاع المعرفية هي اللي شكلت أفكار نيوتن جتي أو جاءت أو نتجت بناء على الظرف العلمي اللي عاش به وأنتج نظرياته. هو ابن النظام، ابن النسق، يقودنا. يعني شنو هنا احنا حتى لا ندخل بمتاهة معرفية، حتى ما نفترض المنهج العلمي يعني يقع خارج دائرة التخصصات، لكن في حالات خلينا نسميه المتحد العلمي يساهم بظهور نتائج غير متوقعة، وهاي النتائج غير متوقعة بناء على التصور الممارسة تنتج حقول معرفية جديدة. هنا تشكل شنو؟ تشكل توجهات وتفضيلات ورؤى واتجاهات ومصالح ضمن فترة زمنية معينة. نشوف هنا القواعد والبراهين والمعايير وزحزحة اليقينيات الثابتة والتقاليد. يعني ماكس بلانك أبو الكمومية أبو الفيزياء الكمية ينطي رؤية جديدة للعلم، وهو تزامن ويا أينشتاين أبو النظرية النسبية، الضوء الحركة إلى آخره. عندنا أكو ثورة علمية، وهاي يعني باشلر يقول الحقيقة العلمية تصحيح تاريخي لخطأ طويل، وطبعا توماس كون يقول لا سبيل إلى توضيح معالم الثورة العلمية إلا شنو؟ إلا يتوافق عليها المتحد العلمي. المتحد العلمي وهذا الكونسبت مالته، المتحد العلمي، المتحد العلمي يعني ما اجتمع عليه النخب العلمية المعرفية وتواطأت عليه المعاني حتى صار يعني سلانك، خلينا نسميه الشعار العلمي. طيب هنا عندنا، أنا ما أريد أخوض بالبارادايم، أنا أريد أنطلق من قضية ومدخل أساسي هو المعفرة أقدامهم، النحن والهم. أكو سؤال منطلق به مونتسكيو أبو روح الشرائع ابن الثامن عشر، القرن الثامن عشر، يقول نجح الإنجليز في غزو العالم بثلاث. شنو الثلاث؟ الإيمان، الشجاعة، والتجارة. ماكس فيبر أبو الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية يختصر كل شيء ويطلق عليه العقلية المنظمة. ما المعفرة أقدامهم؟ سؤال أساسي بالتكوين والتفاعل الإنساني. إحنا العرب عندنا عقدة الاستعمار تلاحقنا وتظهر لنا كابوس، زين، تفاصيلنا، حياتنا، العقبات إلى آخره. إحنا يعني كما قال الله يرحمه كلها منا 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 كلها منا عزيز علي، يعني يقول كلها منا عافية. الاستعمار، تدهور الخدمات والتأخر والفساد والطائفية، هم الإنجليز استعمرونا وجابونا الطائفية، شلون إحنا عادة عظيم. والمهم فلاس الدول العربية، هاي كلها نظرية المؤامرة، عظيم. والقوى الكبرى ما تشغلوا عمل ولا تنتج لسيارات ولا ملابسنا الداخلية ولا تقدم لنا إلى آخره، خلونا. المهم الأمم والشعوب ما ترددت لحظة عن التطلع نحو صناعة التاريخ. ترى ما معنى صناعة التاريخ؟ هي هنا هاي اللحظة الأساسية، أنت تستجيب استجابة فاعلة للتحديات اللي تواجهها. أكو باعث تاريخي، أنت شلون تقدر تتخطى العقبات وتعمل بجدية نحو استثمار مجال العقل. إحنا الثابت والمتحول، العقل والنقل، وعندنا واحد يكفر الفلسفة ومن يعني إلى آخره، وهذه كلنا نعلمها. هنا عندك العالم اتجهت نحو مسعى تنظيم العمل. تنظيم العمل هي فكرة أساسية. إحنا حتى من نتمثل البيروقراطية اللي كتب عنها ماكس فيبر نحولناها إلى عبء، حتى يعني صارت لفظة تحقيرية. والبيروقراطية منجز أساسي من منجزات العقل المنظم الأوروبي.
فكرة الحرية المسؤولة. الحرية المسؤولة مساهمة بتنظيم العلاقات وإفراز تنظيمات اقتصادية بيئة، يعني مهدت لإنتاج تقني. ازدهرت المدن للطبقة البرجوازية، هي برج منين بالبرجوازي؟ برجوازي يعني من القلاع المعفرة أقدامهم الدستفيت شنية. ناس تأثروا بثورات معرفية وبدأوا يتحركون واقعيين. عمل جاد دؤوب، استثمار الوقت والجهد، أكو علاقات إنتاج جديدة، أكو خلق بيئة مناسبة ورافقتها تكييفات قانونية وتشريعية وسياسية. المنطلق بدأ مفهوم التنظيم من الأسفل، ما لم ينزل عليهم بارادايم نازل عليهم من السماء. أنت عندك الفاعل الاجتماعي تلمس حرارة الواقع، عاشه يعني اللي سعبيه معفرة أقدامه، هاي يعني اشتغل على إنتاج معنى، أكو تخليق وعي، وهذا الوعي إذا ينبع من الواقع بدون أوهام، مستوعب تفاصيل المرحلة التاريخية، أكو تشريعات وقوانين صدرت من الواقع. إحنا مصر أخذت من القانون من التشريع الفرنسي، العراق أخذنا من القانون الفرنسي وجبنا السهرة وردي ما أدري من وسوينا إلى آخره، علم ودستور ومجلس أمة كل على المعنى الصحيح محرف كما قال الرصافي رحمه الله. هذا كله مقحم ومستجلب. أنت توقع يصير مثلا في بريطانيا انقلاب تستبعدها، ليش؟ لأن مفهوم الدولة نشأت من الأرض من الواقع، أنشأها الناس، أنشأها المجتمع الفاعل الاجتماعي. لكن الدولة مالتنا إحنا كعرب جاءتنا من السماء، جاءتنا نموذج حل علينا، لذلك صارت محل اختبار. التغيير جاء من صميم الممارسة هناك. الآخر عندك أخطاء كثيرة لكن تعدل وتتحور تتنامى. عندك أيضا هذه العملية كلها قامت على شنو؟ على الحصبة الهنزية يسموها بالقرن الرابع عشر الميلادي، هو اللي قامت ونهضت بعملية التمدين والتحضر ومارسة العمل المباشر. احنا كنا الشرق يعني وين عايشين؟ الحاكم الأعلى، والحاكم الأعلى يعني يناقش قضايا الكرسي وما أدراك ما الكرسي. لكن نشوف انت الغرب يعني ما عاش السعادة لا أبدا. قالي لي يعني محاكم التفتيش مورست على الجميع. عندك تعرضت قسوة الحروب الدينية، المدن الأوروبية فرقت من سكانها، كاثوليك وبروتستانت، يا سمنة يا شيعة، يعني حرب الثلاثين عام فرقت عقلاء ألمانيا الأوروبا كم عودين، وتوقعت ويستفاليا 1648 بعد 30 عام، وتم الإعلان عن ظهور الدولة القومية. إذن الدولة القومية الغربية وليدة النسق التاريخي، الدولة القومية العربية وليدة سياق استعماري مفروض، وبعدها ظهر النبيان رقم واحد اللي واحد وواحد. وشوفوا النسق هو أن أكون الطريقة العقدة بالنسق أن أكون، لكن نشوف إحنا مو سياق كيف أبدو، لا 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 لا، هذا إطار. إحنا عندنا كيف أبدو ثقافة شارع المطار، ويعني عايف الدنيا كلها يعني أزبال أجلكم الله ومدقع، لكن شارع المطار هو المهم. الجامعات تنتج أفواج من العاطلين بس جامعات، لكن وين المعطى؟ ما في معطى. ما شاء الله صار بالعراق ما بين بروف وبروف، حتى أنا قمت أستحي أقول دكتور أو بروف بصراحة، لأن يعني ما أريد نسيء زملائنا وأهلنا، يعني دعونا نطرق. تم إنزال المعرفة من علياها الذاتي والموضوعي، وتم العمل عليها شنو؟ أضحت مجرد موضوع في خدمة الذات، وهنا تكمن مواجهة الذات. شلون تنمو المعرفة؟ أكو تجارب، أكو ممارسة. الأوروبي التلفزيون ينتج هذا الكبير وبعدين اختفى، ما وين صار التلفزيون الكبير؟ أكو تحالف عالمي، يعني هذا التلفزيون الصندوق، وصار كله شنو؟ شاشة البلازما. حتى بالمدن البائسة، حتى لو تروح الأفغانستان التلفزيون هذا انتهى. أعطيكم مثل ليش؟ لأن التنسل الأوروبي أكو عمل إنتاج قيم متعلقة بالواقع،
ليس تعاليا على الواقع. أكو مفهوم الحرية المسؤولة. إحنا الحرية المسؤولة نأخذها بالمنظور الميتافيزيقي. لا، هم يربطون الميتافيزيقي بالمادي، وهنا اسمه الروح، روح اللحظة، هاي اللي تكلم عليها هيجل العظيم. المساواة من المواطنين انتهت من آية العبد السيد والنبي، انتهت. ليش؟ المنظومة ما عادت قبل للتطبيق السيادة. احنا اليوم نمط الديمقراطية الهجين العشائري او نمط الديمقراطية الريعي، احنا اليوم يجي شيخ العشيرة، يعني ديمقراطية ملتبسة المعاني مشوهة، مثل بالضبط مثل ما واحد يشتري احدث سيارة ويكتب عليها هاي الزركشات اللي تصير حتى للتصميم. على سبيل المثال طريقة التمثل، قيمة السيد تهاوت. ليش؟ لأن ظهرت قيمة العمل. القلعة الإقطاعية تساقطت أبراجها. ليش؟ بإزاء قوة السوق، أكو قوة جديدة زاحفة. العلاقات الراسخة ما بين الكنيسة والإقطاع انتهت، تصدعت. علاقات السوق والعمل هي صارت الفيصل بتوجيه السلطة. يعني هنا هذا الخطير. والخطير وين؟ الخطير هو لا أشيد بالغرب وأجعل منه هو لا، عندنا دين الصين ودين الهند، وعندنا ظهرت السياسة بالهند، لكن ما ظهر شو اسمه هذا أبو الأمير ميكافيلي اللي نظم الأمور. الجامعات ظهرت بالمجال الإسلامي ونفخر بيها، لكن ما ظهر مفهوم الكادر عندنا. أكو مسألة، عندنا شغلة أساسية يعني أريد أتوقف عندها. أكو الثورات المعرفية الكبرى. إذا أردنا من الثورة الصناعية الأولى اللي هي على البخار، وعندك الثانية لما ظهرت الكهرباء، والثالثة لما ظهر الكمبيوتر الشخصي والإنترنت، والرابعة اللي هي هنا عادة تبدأ الهجنة ما بين السبرانية والثورة الرقمية. لكن هذه كلها وين تعود؟ تعود إلى مرتكزات تاريخية تم الانطلاق منها. وهي ليش لكل مرحلة تاريخية أكو مسببات؟ نبعث الثورات من الداخل. الثورة التاريخية الكبرى لظاهرة ثورة الطباعة جوتنبرغ بالقرن 15، وهاي ساهمت بشعبية الثقافة. كانت الثقافة حكر على الملوك والأثرياء، الكتاب مخطوط فغالي. جاء جوتنبرغ صارت يعني الكتاب المقدس لم يعد سرا، هو هذا السر المقدس تم يعني تفشى ما بين العالم وكلها يعني لم يعد سرا. هذه ساهمت بإنضاج أو تفتيح العقل، هي ثورة عقلية. المسألة الأخرى بالقرن 16 الإصلاح الديني، مارتن لوثر. ومارتن لوثر لما الاحتجاج قدمه، هذه ساهمت ب يعني نزعة الوهم لرجال الدين وسلطتهم المهيمنة اللي تتهم يلغيك بالكفر والتكفير. كان ملوك أوروبا يقفون بالأشهر على، لأن الحرمان الكنسي على باب البابا، والبابا يرفض استقباله. القضية الأخرى هي اكتشاف البارود. البارود طبعا هو صيني وكوري إلى آخره، بس المشكلة العثمانيين المسلمين انتصروا على أسطول البندقية بالقرن 15. شوف التمثل، احنا بقينا ثابتين كمسلمين كعقلية شرقية على النموذج الطوب هذا المدفع، في حين الغرب لما استلمه بسرعة اتمثله وبدأ. شوف التمثل، الموديل واحد، موديل اثنين، موديل ثلاثة. احنا هاي الرؤية يعني الابتداع، احنا على الثابت نشتغل، يعني التلقين. احنا دعونا نتجنب ماذا حدث، يعني مات، ولد، ساهم، انجز، راح، وقع. لا، خلونا نروح كيف حدث، ماذا مهم، لكن الاهم منه كيف. هناك اتصال رمزي، تمثيل وتوظيف للافكار. العالم اشتغلت على اللغة والرموز والإيحاءات، وأيضا النسق الاجتماعي هو إفراز للفعل الاجتماعي اللي ينتج الفرد داخل منظومة اجتماعية. هذا شيء يقودك نحو صناعة المعنى. يعني لما أكرر صناعة المعنى، هذا ينطيك قدرة للتفاوض. أنت تبعد نفسك عن القسر، أنت يا جماعة معي أو ضدي، ماكو هيك المنطق. أنت عليك أن تنسجم مع النظام الاجتماعي.
وتندرج بأفعال وسلوك ينطلق منين؟ من طبيعة فهمك للنسق الاجتماعي، تتفاعل مدركاتك وتصوراتك، وأكو تمثلات صادمة بالتأكيد، أكو مبالغات بلي، أكو خروج عن المألوف نعم، لكن أنت يعني خلينا نقول التعاطي مع المجتمع بأفعال سلوك والأشكال والأدوار، وتنطلق منين؟ هاي يسموها بنية الأدوار، يا معطيات يا توقعات، هذا مهم. القضية الأخرى تاريخ الذهنيات، هذا الفيليب إيرياس اللي أخذها من لوسيان فيفر، التاريخ الجديد مارك بلوخ، مفهوم التاريخ الجديد. هذا التاريخ الجديد يسموه تاريخ من أسفل، يعني ينطلق من التفكير والمواقف، ردة الفعل، أوضاع المتخيل الجمعي، الجماعة البشرية خلال فترة تاريخية بعينها، تعنى باللحظة وتدرسها وتأثيرها على الفرد والجماعة، المواقف وطريقة تبنيها، الظروف المحيطة وشون تعالجها وتتعاطى معها، الموقف ورسم ملامح الموقف مهم بالتاريخ جدا، والرصد على شنو التحول. عندك مسألة أساسية، بناء الموقف يعني يجب أن ينسجم مع معطيات، مو يجب، هاي يجب، هاي شرقيتي أفرضها، هم عندهم فليكسيبيليتي، هاي المرونة، الهياكل العقلية، احنا شلون تشكل الموقف الذهني؟ الموقف الذهني احنا شكلناه بتاريخ الرسل والملوك، لا، هي ممكن بائعة اللبن، بائعة الخبز، تاريخ الحلاقين، تاريخ منو الحفاري القبور، درسوا. وهذا اليوم المدرسة الغربية خصوصا الفرنسية درست يعني المسكوت عنه وانطت مساهمات مهمة. هنا أريد أوصل لطريقة وحي الوعي باللحظة الإنسانية. لو تسمحوا لي، يعني أنا لست متعلم، بس أنا لا أرى التاريخ الماضي، يجيك واحد مثلا مع احترامي المدارس وأساتذتي الأجلاء، لا أتعالى عليهم، يقول لك ما التاريخ، التاريخ والماضي عبرة الماضي، لا التاريخ مو عبرة الماضي لا أبدا. هيجل العظيم يقول نحن نتعلم من التاريخ ألا نتعلم شيئا منه. التاريخ هو وعي اللحظة، الوعي الإنساني، الهيستوري حتى لو تروح المنظومة هو وعي اللحظة، اللي الماضي باللحظة الراهنة وطريقة تعاطيك مع اللحظة القادمة، مو المستقبل، هو مو فتاح فال، هو ما راح يتنبأ بما هذا، لكن يهيئك للتعاطي مع اللحظة المقبلة. هنا أنت أكو دور أساسي بالفكر الإنساني، سلطة الإنسان بالتاريخ، هنا يسموها الصيرورة، وعندك الظروف المادية وتأثيرها على العلاقات الإنسانية. هنا تتعلم من التاريخ، لا تتعلم منه شيئا، يعني التاريخ تتعلم منه، كان تتعلم منها يعني تاريخ وجهة نظر، بنيتو كروتشي يقول التاريخ وجهة نظر. تدخل أي مكتبة، الشهيد البطل المناضل العظيم صدام حسين، المجرم الكافر ما أدري شنو هو صدام حسين، ما الحكاية، وين الصح وين الغلط، كلهم صح، كلهم كلهم صح. ليش كلهم صح؟ لأن التاريخ تأمل، وانت تنتمي إلى شنو، تنتمي تحليلاتك محاججاتك، أكو مدارس اتجاهات، مثالي وضعي منطقي لاهوتي، كل يرى العالم، يعني مفهوم رؤية العالم world view. هنا عندك أكو مناقشات ومدارس بلي، انت انغلط نفسنا لما ندعي أكو يعني تقاليد موحدة للتاريخ، لا 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 أبدا، لا ماكو إيش كلام، يعني أنا خلوني أصير دكتاتوري، ماكو إيش كلام. ليش؟ لأن أكو أسئلة كبرى أنت حتى تتفاعل مع التاريخ، مع الوعي الإنساني، أكو أسئلة يعني خلينا نسميها إبستيمولوجية، شلون؟ أكو سؤال ميتافيزيقي، وأكو الهارمونيتيك، الهارمونيتيك يعني مو الانتربريتيشن، هو مو التفسير، هي التأويلية، والإبستيمولوجية هنا المعرفي والتاريخاني، يعني خلينا نقول زين، أكو أسئلة مكونات التاريخ، أكو أفعال فردية، وأكو بنى اجتماعية، وأكو المكان وحقب زمنية، خلصي بالزمكانية بكيفكم، وأكو تاريخ الحضارات، وأكو سيرورة العلل الكبرى، فلسفة التاريخ تؤمن بها ما تؤمن بها، سيرورة يعني أكو تفسيرات، وأكو العناية الإلهية أغسطين. التاريخ بعمومة أكو معنى، أكو بنية، أكو اتجاه،
زين انت اكو احداث جزئيه طبعا اكو افعال فرديه بني تصنع التاريخ ايه الانسان صانع التاريخ شو يضمن ادراكنا احنا كيف ندرك التاريخ كيف نتمثله كيف نفسره والى اي مدى ياسس التاريخ الانساني لافعالنا الراهنه هذه اسئله اساسيه تقودنا الى قضيه اخرى تمثلات التاريخ انت المؤرخ لما يشتغل على عمل يعني شلون يتحدد دوره احنا طبعا بالتاكيد نقول يجب ان يكون متانيا مستقلا حاذقا متبصرا يستطيع مثقفا يستطيع ان شنو يعني يضع مجموعه من الاسئله التاسيسيه تحكي هي اكو اهتمامات كل واحد ينطلق يعني بورديو يقول من لا يتلقى ثقافه رفيعه لا يستطيع ان ينتج ثقافه رفيعه يعني شلون انت اكو المفاهيم تقديمها اكو جوهر السؤال ما الذي حصل كيف حصل واكو ظروف والملابسات اللي وقعت في المرحله اللي شنو مرحله معينه ألمت بها هنا انت دور المؤرخ دور القارئ اهو خلينا نسميها مثقف اللحظه هنا يقول بناء القصه السرديه المعقده اكو شتات تاريخي اكو مصادر كثيره وانت تبني من جديد سرديه مثلا سرديه الحرب الطائفيه بالعراق شلون تبنيها تحاول ترتب سلسله الاحداث مال الربيع العربي تتجه تنخرط مثلا بشكل بالمفاهيم اكو هذا يعني حتى من حقك كمؤرخ ان تنتج معجم فوكابيولري يعني كلمات خاصه بيك يعني احنا دا نواجه ماذا عن ثوره 14 تموز كل ما تجي 14 تموز هي ثوره لو انقلاب واكو ناس شاركت بيها وهذه صارت مثل قضيه يعني مثل العيد القومي للسؤال ثوره هي عمال شغب لو ثوره لو انقلاب يسقط المطر في الشتاء يعيش السمك في الماء هاي عقدتنا لا هي يعني اكو اسئله تنطلق منها اكو لماذا وقعت هذه الحادثه شنو الظروف والمعطيات اللي يعني جعلت الامر على ما هو عليه اكو اطار تفسيري ليش نكس اليسار العربي ليش سقطت الامبراطوريه العثمانيه مثلا اكو اعتبارات اليات سببيه اكو ظروف وملابسات اكو خيارات تؤول بالنتائج ربما اكو مآلات تاريخيه اكو اسباب اجتماعيه اكو سؤال الكيف يعني انا اريد اسال انا ذاك اليوم دا اتحدث ويا صديقي فقلت له كونفوشيوس يقول ام الجهال ضحكت قالت لي شبيك كيف اضحك كونفوشيوس نكته في الفضاء التداول العراقي على سبيل المثال كلكم تعلمون كيف اضحك كونفوشيوس يعني يصير بالمعدان اسم عيشة وعمار يصير من لندن الجمشارية شلون تقارن ما بين الدكتاتور والديمقراطية العالم قامت تترحم على أيام الدكتاتور شلون وكيف الكاظم ينتصر على عبد المهدي عبد المهدي يحولها إلى بدري شو اسمه المالكي وهنا تفسير إجابة على سؤال كيف يمكن لا سؤال لماذا كلاهما ضروري لكن تهتم انت بحبك النوايا البشرية مع الأغراض والمسارات والأهداف سلسلة معقدة وأفعال تاريخية المؤرخ القارئ يعني شلون تضفي الروح المنطقية على الحدث على الفعل التاريخي أكو عندك إدراك الأفكار الحالات الذهنية للفاعل الاجتماعي انت شلون يستفزك أكو سؤال عوفك الكيف خلي نجي أكو سؤال كلش حلو لماذا فشلت الديمقراطية في العراق واستقر النظام الدكتاتوري هذا سؤال يعني أساسي حتى جاوب أكو تأويل للأفعال والمعاني والأهداف والمقاصد المن للفاعل الفاعل بالثقافة الثقافة أكو خلينا نقول كيف تلخص أحوال المجتمع بعمومة هاي إشكالية الميكرو والماكرو يعني الصغير والعمومي عندك شلون الطابع التأويلي تأول المهمة تأول الظاهرة المؤرخ يقوم بمهمة علمية طبعا مهمة علمية ليش؟ لو يكتشف الوثائق المعلومات أكيد وينطق بالبيان التاريخي البيان التاريخي هنا هنا الإشكالية هو ينطق هل هو يستنطق أم
يعني يجعل البيان التاريخي خاضعا له. هنا عاد الإشكال، هذا إشكال خطير. يعني شلون على تأويل الأدلة؟ هو دائما يأول الأدلة، هو مو نبي، هواك هو اللي حركك بالتأكيد مهما بلغ. هذا يسموه الموقع المستحيل، يعني عدم التحيز. أكو حبكة، أكو تماسك، أكو صدق، هذا علمها عند ربي. لذا لما يتحدث عن نوري سعيد يعني واحد مستفيد منه بالتأكيد هو صادق، واللي بتدمر من نوري سعيد هو صادق. هاي الإشكال، هذه يعني اللي فعله مثلا من هو اللي فعل عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف والبكر وصدام حسين، ما ذاك اليوم واحد يقول يعني صدام شخص لطيف ومثقف ويستمع للناس وأنيق وشخصية عنده كاريزما، فعلا هو ما يراه من تجربته. هذا التصور انت اكل الماضي وملابساته والوصف وين يكون؟ هو يقع في سياق، في سياق سياقات التلقي. هاي نظرية التلقية نفسها ما بها عليها زيادات. انت تشرح وتفسر بناء على ماذا؟ بناء على النتائج لو على الوقائع؟ هذا سؤال ايضا مكفوع عند المؤرخين، لذلك يسموها الصيغة التاريخية. والصيغة التاريخية وين تدخل؟ تدخل بالوقائع والاستدلال النظري. ما امامك سوى شنو؟ سوى تعيد طرح السؤال، ما الذي جرى؟ لماذا جرى؟ وكيف جرى؟ هنا عادة تستقرأ الأدلة. زين من عنده خلق يستقرأ الأدلة؟ ما أنت يعني محكوم بإيمان، محكوم بقضية جملة من المسائل، علاقة الفاعل بالأسباب وسط التاريخ، وعندك مسألة المجريات اللي صارت بالزمان والمكان. هنا ذكر قضية كلف هذا شو اسمه رحمة بالي المؤرخ الأمريكي، يعني كلفوه بيكتب تاريخ أمريكا، فهو قاعد في شقة بالداون تاون وأكو بار تحته، صارت معركة، نزل قالوا ما الحكاية؟ قالوا والله جون ضرب بيتر. قالوا لا لا لا، بيتر ضرب جون. فالمسألة وعي يعني قضية أساسية، لأن أنت قال أنا شاهد عيان، أنا حاضر المسألة وتعددت الآراء، وهي مسألة منطقية، مسألة منطقية. ليش؟ لأن إحنا هنا عندنا يعني على سبيل المثال كيف تتخيل دولة اسمها العراق؟ أسباب تراكم لها أسباب بالماضي. كيف تفسر انتصارات بريطانيا بالحرب العالمية الثانية؟ كيف تفسر اندحار قوات هتلر بالحرب العالمية الثانية؟ ليش اندلع ثورة 20 بالعراق؟ حرب 8 سنوات ليش صارت؟ البارحة ما أدري شنو فوتوشوب وزير الخارجية الأمريكي ما أعرف بالفيسبوك إنه إيران هي ضربت حلبشة. زين وشلون؟ ما تعرف أين الحقيقة؟ هنا هاي طمس الأدلة. وطمس الأدلة يعني مسألة بسيطة جدا، هاي تتعلق بمين؟ تتعلق بالفاعل الاستراتيجي. conclusion يعني هسه مثلا أكو شغلة، يعني الخلاصة أكو خلي أقول أكو قيمة استعمالية وأكو قيمة تبادلية. نظام الحكم وسوق العمل يعني قيمته الاستعمالية كعمل منتج، وأكو القيمة التبادلية يعني ديمقراطية والشهادة الدراسية. الطابع الصنني للفكرة للشيء للسلعة، يعني سوقنا بالواقع التفاعل حدد قيمة الشيء بناء على شنو؟ خاصية السلعة، قيمة السلعة. احنا اليوم القيمة، مفهوم القيمة منشطر او متشظي بالواقع العراقي. اصول التكوين والتفاعل الانساني يعاني من متشظي، خلينا نسميه ولا انقسام بل غياب رؤية. نحن نعيش، اني اسف دعوني اقول هبي هذا، احنا نعيش لحظة تصنيع الوهم. احنا خاضعين لسطوة الوهم. اليوم البضاعة الوحيدة اللي صدرها العراق وينتجها العراق هو الوهم، السقوط بالوهم. وهذه يعني أنا ما أدري، أصدرت كتاب أخير اسمه الوليمة الباردة، هي هاي تخوض بهالمجال. وللأسف الشديد الوليمة الباردة يعني أنا لا أجرؤ أسمي الفطيسة، هي فطيسة. العراق اليوم فطيسة، بلادي العزيزة العظيمة
الجميلة، ولكن وحسرتها لن نعود، لن نعود. هاي المأساة. يلا شكرا، تفضل. شكرا جزيلا للأستاذ إسماعيل الرباعي على هذه المحاضرة البادخة. لقد طرح بل فجر كثير من الأسئلة وكثير من التساؤلات. فالآن أعتقد حول اليد الإلكترونية، حسب اعتقادي الأستاذ فاروق من نيوزيلندا، فتفضل أستاذ. أحييكم وأحيي هذا النبض الفكري الرائع المتنوع مثل ما قال مقدم البرنامج الأستاذ، هذا النبع اللي متنوع والمتسائل، وطرح التساؤلات هي الخطوة الأولى لتغيير الحياة وتغيير الفكر. طبعا يعني أنا اختصرت ما قيل أو اختصرت ما بهذا الضبط بكثير من الأشياء، مثلا كثير من المحطات، مثلا الكائن البشري، العصا مظاهرها ودلالتها، معتقدات راسخة، نزع الوهم، ما وراء السرد، أهمية اليقينيات الثابتة زحزحتها، صناعة المعنى، تاريخ الذهنيات، مكونات التاريخ، الإنسان صارع التاريخ، دراسة المسكوت عنه، التاريخ، وعي اللحظة. كل هذا قدمه من أجل أن يطرح مسألة كثير مهمة ومهمة جدا، وهو التأويلات المختلفة المتعارضة، وهذا هو المهم. وهذا اختصر في عبارة رائعة جدا، عبارة ظاهرها شاعري وباطنها معرفي عميق، نعمة السؤال، حقا نعمة السؤال. يعني بدون هاي النعمة الإنسان لا يمكن أن يتطور، ولا كان يتطور بدون دكتور فاروق. هذا مو أني ليوتار أو أوكي ليوتار، بس ليوتار. أنا مو هذا القصد، قصدي من أنت تجيبه ضمن المحاضرة، معناته يعني تتحدث عنه، أنت تقدمه إلا يعني هذا. أنا مو هاي الإشكال، بل هذه المقولة لمن أو هاي المقولة لمن، المهم أنت جبت هاي المقولة الرائعة. هذه المقولة، اسمحوا لي بدقيقة واحدة، أنا شخصيا مهمة بالنسبة لي نعمة السؤال. يعني مثلا أنا حاليا عندي عمل عرض مسرحي، يعني كملت السكريبت، احنا نسميه سكريبت الإخراج على الورق. العمل اسمه حواء، طبعا ممكن سابقا تحدثت عنه، النص كتبه الشاعر والباحث الكبير خزعل الماجدي. هذا العمل انا وياه صار لنا شهرين ثلاثه اللي نشتغل عليه، ويعني جوهر العمل، هل يمكن ان نتساءل عن كل ما وصل لنا من المرجعيات الفكريه، من الكتب، من المصادر، حتى من الكتب السماوية، حول تكوين الخليقة؟ هل يمكن أن نتساءل كيف خلقت؟ هل كل اللي وصل لنا بالعقل الجمعي وكل هاي المصادر، هل هي حقيقة مطلقة؟ أم يمكن إحنا نبني حقيقة أخرى جديدة؟ هذا سؤالي للدكتور، وشكرا. شكرا جزيلا. تفضل دكتور إسماعيل. بناء الحقيقة، أنت لا ترى في العالم سوى ما تريد أنت بنفسك. يعني هي خلينا نسميها زاوية النظر، رؤية العالم، world view. حواء اللاهوت ينظر لها بشكل، والمادي ينظر لها بشكل، ووجهات نظر. يعني هي بناء الحقيقة، أكو بناء الحقيقة وأكو إعادة إنتاج المقولات. بناء الحقيقة تعتمد على شنو؟ على طريقة التفاعل مع الواقع. بناء الحقيقة سمت ايديولوجي،
خلينا نسميها الأدلجة. يعني أنا رجل دين أريتهم كلهم قوم صل قوم صلي، والما يصلي أضربة، وهذا عادة استخدموا يا شنو الطاقة الرمزية، لا حد يكلمه وضربوه عزلوه كفروه. يعني اليوم أنا إذا أريد أسقط واحد أقول كافر خلاص انتهى الموضوع. فمسألة بناء الحقيقة أو إنتاجها تختلف طبعا. بناء الحقيقة لا، أنت عندك حواء، حواء هو منظورك أنت، أنت كرييتيف، أنت مخرج، والله أنتجها أسويها. عندك هذا، أنا أقترح عليك يعني هيفاء وهبي مثلا، مثلا وحط عني خيالي يروح على حواء رمز للإثارة. أكو واحد طهرانية ينطيها المريم المجدلية، أكو واحد ينطيها المسألة روبوت، حواء روبوت، وأنطي بداية الخليقة من خلال شنو الرقمنة، مفهوم الرقمنة إلى آخره. هذا رأيي، سلمت وشكرا. طبعا بس ملاحظة صغيرة دكتور، أنا طبعا بهذا النص هي مو فقط طرح شخصية حواء، طرح شخصية حواء وآدم والشيطان، ردت بهذا لمناقشة اليقينيات الراسخة اللي أنت ذكرتها. هل ممكن مناقشة هذه اليقينيات الراسخة؟ هل ممكن رفضها أو إعطاء أو خلق بديل لهذه اليقينيات؟ إحنا عندنا مجموعة من اليقينيات في الوعي الجمعي، هل هي هاي مطلقة وهي ثوابت كاملة وبعد نستسلم لها، أم لازم إحنا نخلق يقينيات أخرى جديدة تتباهى أو تتباشى مع عصرنا؟ شكرا. لا، هو سياق التلقي، أنت سياق يعني تسا مثلا أوديك المجموعة من الناس اللي إذا تلطم وتسجد وتعبد وتجي تطرح لهم حواء إيفا، يعني إيفا شنو شي يتوقعها؟ يتوقعها الإيفا اللي نزلت ويا آدم، الشيطان، ما أنت صورة الشيطان. أكو يعني منو هذا اللي الباتشينو لما صورة الشيطان تشوفه ولابس بدلة وأنيق وهو الشيطان، عيب الفيلم اللي هسه اللي يروح من بالي، يعني حتى يقول له أنت الشيطان، يقول له يعني الشيطان، يقول له هل أنت أنت، يقول له يس أم يعني. فالشيطان أنت شو، مو الشيطان صدام حسين، شو أنت ترسمه، رسمه بجميل حلو، هو كشخة، هو أنيق، هو وسيم، يعني شنو يحملني الكاريزما مالته، عنواني شنو، وعيته على صدام كشخة، قلت له ليش عليه، بس هو طهدني يعني حلو يدمرني شلون بالله. فإيفا الشيطان كما تراه، هي وجهة نظر، يعني تبو خرج ارسمه، لبس مثل ما يعجبه، قائد روماني، سوي يلزم زنجيل ويضرب على الحسين، سوي درويش ويدق الدف، قاعد ويا عزة الدوري مثلا درباشة. والله أنا نسوي شيء مختلف، أتمنى في يوم من الأيام تشوفون هذا العرض، نزداد شرف، حلو على البال. يعني نتمنى أستاذ فاروق، لدينا الكثير من الأصدقاء بصدد الأسئلة. الدكتور تحسين الشيخ تفضل. شكرا أستاذ رحمة، حقيقة اليوم دكتور إسماعيل خلال هذه الساعة يعني دخلنا في متاهات كبيرة، كثير من الأسئلة طرحها طبعا كلها بنهايات سائبة، نقطة لا سطر، من طعنا إجابات على الأسئلة اللي هو نفسه طرحها قبل ما نطرحها إحنا، يعني هذه نقطة. بس أنا يمكن بحكم التخصص راح أتكلم بموضوع واحد هو المعرفة نفسها. إذا تكلمت عن التاريخ فالمعرفة التاريخية هي تختلف عن المعرفة الإنسانية اللي تحكم مجتمعات، هي تختلف عن المعرفة العلمية، لكن المشترك الوحيد اللي بيها هذه المشترك هو اللي قال هابن براس، من قال فيضر من المعلومات شحة في المعارف، هو العقل الذي يعالج المعلومات لكي ينتج هذه المعارف، سواء على مستوى التاريخ أو على مستوى الجهد الإنساني أم على مستوى المعرفة العلمية. هنا بنية العقل هي اللي تتحكم في إنتاج المعرفة اللي ممكن أن تقودك في يوم من الأيام إلى البناء عندما توظفها وتوصلك للحكمة، واللي هو السؤال الفلسفي الأساسي في كل مكان هو الحكمة، وإحنا دائما نحكي على هذا الموضوع نقول باتجاه الحكمة.
وليس باتجاه فقط توظيف المعارف. الغرب نجح لما بنيت العقل الغربي، أخذت اتجاهات حداثية تبني، لذلك أنتجت معارف بنت. عصر النهضة ما إجا من لا شيء، إجا من خلال معالجة كل الحقائق المحيطة بهم، واللي هي كانت يعني من أسوأ ما تعيش الحضارات، أنتج من البشاعة جمال. وهذا الجمال هو اللي وسم عصر النهضة، وبالتالي هو هذا النتاج المعرفي لعقل معرفي، لعقل نظيف معرفي قادر على إنتاج المعرفة. لكن بنفس الوقت في كثير من بلدان العالم ومن ضمنها مجتمعاتنا، عقلنا أنتج كثير من الأشياء اللي هي وهم، اللي هي أشياء يعني ليست مفيدة في البناء، اللي هي كل اللي جنابك تفضلت عليه، اللي هو أنا أسميها دائما المعرفة السوداء. هذه كليتها أنتجها هذا العقل، لأنه هذا العقل يفكر تحت تأثير كل ما موجود حوله، من ضغوطات اجتماعية، من موروث ثقافي، من تاريخ يعني مكتوب بما يتلائم مع مراحله بشكل معين، مع طبيعة الإيمان، مع كثير من الأمور. هذه بالتالي هي اللي أنتجت كل هذه الأمور اللي إحنا نسميها يعني معارف غير بانية لحضارة ولنهضة. هذه هي المشكلة. أما المعرفة العلمية هي منتهية، لأنه حقائقها حقائق ثابتة، حقائقها حقائق أو معلوماتها مبنية على حقائق حتمية. المعرفة ليست حتمية، المعرفة ليست حتمية، المعرفة نتاج العقل. فإذا كان عندك مشكلة في العقل الجمعي لمجتمع ما، من المؤكد أن تكون معارفة يعني باتجاه معين. ولما يكون العقل الجمعي، يعني أنت بتجي تحكي على الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي مجتمع مهاجرين، ومع بدايات الثورة العلمية الأولى أصبحوا هؤلاء المهاجرين قادرين على إنتاج تكنولوجيا وإنتاج معارف علمية، وتوظيف هذه المعارف العلمية في مو فقط إنتاج تكنولوجيا، وإنما تطويرها وخلق حالة جديدة اسمها حالة حضارية علمية. هذا 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 شيء مستغرب. ليش؟ لأن العقل اللي موجود في الولايات المتحدة في ذلك الوقت لم يكن هو عقل السكان الأصليين اللي كانوا يعبدون الطوطم، اللي كانوا يعبدون النار، اللي كانوا يعبدون السماء بمظاهرها أو الطبيعة. العقل الأمريكي هو كان موجود قبل ما يجون هؤلاء المهاجرين، لكن لما اجوا هؤلاء المهاجرين باجتماعهم شكلوا عقل جديد أنتج حضارة. هذه هي النقطة الأساسية. في أوروبا نفس الشيء حدث. في أوروبا عندما كان الضغط الكنسي قويا على المجتمعات، أفرز عقلا قادرا على أن يتحدى بإنتاج نهضة، بإنتاج معرفة. يعني هو قال له من اللي ظلمه؟ غير الكنيسة؟ هذه هي النقطة. أنا يمكن أريد أختم مع جنابك، وأنا أشكرك كل شوية، أنا استمتعت حقيقة خلال هاي الفترة. أنا أريد أختم معك وأقول لك شنو الجواب، لأن راح تسألني تقول لي هو شنو السؤال، وأرجع أقول لك هذه هي الميتافيزيقية في كل ما إحنا نشتغل عليه. أشكرك أستاذ دكتور. حبيبي دكتور تحسين، شرف إلي يعني هذا الحوار. بالتأكيد حضرتك تقول لي أنت طرحت الأسئلة دون إجابة. طبعا أنا ما عندي إجابة، الإجابات بس عند الأنبياء، لأن ذولا ينزلهم واحد وآخر واحد نزل قبل، ما هم أصحاب الحكمة فقط، أصحاب الحكمة عندهم الإجابات. فمسألة الجواب أنا تاركها للأنبياء واللاهوت. أنا ما عندي جواب، أنا عندي سؤال، وكل ما أطلقت السؤال فهي هذا يعني هذا العظيم، هذا المنتج. ولا أزعم ذلك لأنني ما عندي هاي الموهبة ولا عندي هاي القدرة، مجرد قارئ، هي ظواهر يتم رصدها. أنا فقط أريد أتوقف عند مسألة مهمة يعني تقترب من المفهوم الأبستيمولوجي، وهي هذا أيضا مو إلي، خاف تنسب إلي، هذه شغل باشلر. باشلر شنو؟ قاستن باشلر أكو عنده
مفهوم العقبة المعرفية وأكون قطيعة المعرفية. يعني العقبة المعرفية أنت أكو هذا النسق من يشتغل النسق الديني النسق اللاهوتي إجا قاليلو قاليلي خرب السياق عليهم هم ليش هم مو يكرهوا وقالوا لنا عدمك بس قول لا تدور دارويتش إش قال أهل المسرح وينكم لكنها تدور لأن أنت بالقرائن هنا أكو يعني هاي العقبة المعرفية اللي هي مو عقبة لاهوتية فقط هي نسق نظام معرفي سائد ليش؟ لأن أعود إلى مفهوم السلطة الرمزية أنت هددت كياني بكلمة واحدة تهدد كياني مو رجل معمم مرجع يقول خلي فساد المهم إحنا نمارس طقوسنا بالمناسبة أنا ما أريد أحولها إلى هذا المقنن الحقير الطائفي لا 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 أبدا لا لا إحنا أساسا هنا بالصالون نبتعد عن هاي الأمور بشكل كامل إحنا فقط بالمعرفة العلمية معرفي ما إيه حلو بالمعرفي فشوف شوف البارادايم شوف التأكيد يعني هدد سلطتي هذه الفكرة سلمته شكرا شكرا جزيلا دكتور دكتور سلام شكرا جزيلا شكرا على هاي المحاضرة أنا حقيقة أنا أسميها هاي يعني محاضرة سريالية هذه لأنه فعلا هي عبارة عن أسئلة كثيرة ويعني خروج عن المألوف لكن أنا أحب بس أقول يعني شيء واحد فقط أنه نفس الشيء خلي ندور بدارة العقل يعني البشري هو أنا برأيي شخصي أنه ما فيش عقل يعني البشري حيادي نهائيا لأن احنا كنا يعني أناس بايست يعني يعتبر لأنه دائما نميل خلينا نقول لنقطة ما على حساب نقطة أخرى وهنا يبدأ الخطأ يعني إحنا محاولاتنا إن نكون حياديين حتى نضع يعني النقطة الأخرى ما بعدها ولكن مع الأسف لأنه إحنا بايست انكتب التاريخ كله هيك وانكتب حتى واقعنا بهالطريقة هاي لأنه كله من البايست النقطة الأخرى اللي أنا يعني حقيقة في نهاية المحاضرة يعني حقيقة أنت يعني حضرتك قلت ولن يعني لن يعود البلد أو الوطن أو الكذا يعني هو ماكو عودة إلى أي شيء كان هو الحقيقة يعني مسيرة وأتمنى تكون مسيرة نحو يعني نحو الأمام لكنه يعني يجوز إحنا نتفق إنه هاي قضية إنه نصدر الوهم أو نعيش الوهم أنا أعتقد أقول وهاي قلتها في يعني في قبل يعني في نقاش آخر إنه إحنا وهاي بس أنا أحكي بالنسبة للظاهرة الطبية والصحية بالبلد أقول إحنا بعض أحيان نعيش في state of denial يعني رفض داخلي للواقع وهي هاي المصيبة الكبرى يعني الإنسان حتى يطور من نفسه يجب أول شيء أن يدرك شنو الواقع تبعه يعني نقطة الصفر وبعدين يبني عليها وإحنا هنا المشكلة يعني إحنا below zero فأتمنى أني أعتقد يعني أختلف معك بسيط جدا إنه أنا شوية يعني عندي نوع من الإيجابية يعني من يعني من قمة المأساة أو من أي شيء كان يجب أن يظهر شيء إنه ينقلنا إلى نقطة أفضل لأنه أكو شعوب كثيرة وهذا موجود بالعالم كله يعني العقل البشري دائما يعني أكو فالدمج رهيب صار يعني ضرر كبير ووضع يمكن إلى نقطة يأس لكنه بنفس النقطة ظهرت أناس رفضت هاي النقطة الموجودة المسلمات وبالنتيجة ادعت إلى التفكير وادعت إلى رفض هاي المسلمات والإبداع من عدها فأتمنى تكون يعني كومنت من حضرتك شكرا جزيلا ربي يحفظك عزيزي شكرا تفضل شكرا دكتور دكتور سلام عفوا هي مسألة الانحياز أو مسألة التقبل أعود وأقول احنا بحاجة يعني الى اطلاق سؤال مباشر للواقع هذا حتى يصير شنو دليل عمل لكن انت لما تشاهد الواقع او في اتجاه لتفريغ العراق من محتواه تفريغ الوطن من محتواه محتواه شنو الان نسبة الامية عادت يعني بشكل مرعب التجهيل هو السائد منين يجيك الامل يعني احنا فقط من أجل الذين لا يحملون الأمل نصنع الأمل هي صناعة الأمل ممكنة
من خلال التمنيات، لكن ليس بالأمل أو ليس بالتمني، يعني مع احترامي خاف أقول، خلي أقوله التمني الرأسمالي المفلسين، بلد مفلس، مفلس على الصعيد المادي وعلى الصعيد الروحي، والإفلاس هذا يعني مؤشر خطير. حتى طريقة طرح السؤال، يعني أنت تطرحه لم يعد مجديا، لأن العقل الواعي إحنا عندنا بقولنا كم واحد كم إنسان يخاطب، وهذا يصرخ يستغيث، يستغيث المثقف العراقي بالداخل، يستغيث وينادي ارحموني الغوث الغوث. أي الفكرة؟ الأمل يا ريت، يعني أنا يعجبني وأتمنى أن أكون متفائل مثل حضرتك، لكن الشواهد كلها تشير إلى حالة من اليأس، واليأس المريع. شكرا. شكرا جزيلا. كان معنا الدكتور الأستاذ سامر الزبيدي. هل موجود الأستاذ سامر الزبيدي؟ السلام عليكم. تفضل دكتور إسماعيل، أشكرك جدا على إتاحة الفرصة، وأشكر تقديمك أيضا اللي كان موجز ورائع وفي الصميم. خير الكلام ما قل ودل، أحسنتم. وأشكر الدكتور إسماعيل على المحاضرة القيمة. سؤالي حقيقة أنا نزلت إيدي لأنه دكتور تحسين سأل السؤال اللي كان في بالي. أنا بس حبيت كنت أضيف لفت فقرة صغيرة جدا، وهي مسألة الدكتور تحسين سماها الحكمة. أنا أقول أنه هل الإنسان يعني إذا نقول الخيال هو اللي يسرح بالإنسان إلى فضاءات ومساحات كبيرة ومتعددة، هل موضوع الخيال يجب أن يكون بدون محددات معرفية؟ وخصوصا أتفق ويا الأخ العزيز دكتور تحسين ما سماء الحكمة، أو تكون مفتوحة وحرة لكل من أحب أن يذهب بخياله إلى مناطق بعيدة وشاسعة وواسعة. وأشكركم على إتاحة الفرصة وسعة الصدر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضل دكتور. شو اسم حضرتك أستاذي الفاضل؟ شو اسم حضرتك؟ الأستاذ سامر الزبيدي. أستاذ سامر الزبيدي. أستاذ سامر أشكرك على هذا السؤال المهم. هي مو المهم التوصيفات، المهم شنو حضرتك أنت قلت الخيال، لكن إحنا خلينا نقول خيال خلاق. خيال خلاق شنو؟ المعجزة الإغريقية. هو سقراط عنده كتاب يا جماعة الخير؟ سقراط عنده كتاب محاورات، تكلم كي أراك جوعت الحلو. وسقراط يعني حالة أتعس من حالي، أفطس ورأسه الكبرى وجاذا يتمغنج عليه ويشمر هذا. قال له تكلم كي أراك. هي الحكمة، الوزدم، حب الحكمة، فلسوفي إلى آخره، هي مو المسميات. لا لا لا، هي العبرة مو المعجزة الإغريقية قامت على المحاورات، وهاي المحاورات تولي الحوار. شنو الحوار؟ أنا هسه ليش أريد أحاور هاي العقول الجميلة، هاي العقول العظيمة؟ أنا أريد أستثمر هذا الشيء كي شنو؟ تغنيني حكمة، زيديني عشقا زيديني. إيه هذه، بس زيديني من منطلق نزار الشاعر نزار. المهم الحكمة أم الخيال، سميها ما شئت، المهم أن تصل إلى حالة من الإنجاز. شنو هذا الإنجاز؟ صناعة معنى. ومن هنا كانت المعجزة الإغريقية، العقل المنظم. شكرا جزيلا. الآن الأستاذ، شكرا جزيلا الأستاذ قيس العبيدي، تفضل. الحقيقة أنا استمتعت اليوم بالمحاضرة الجميلة هذه جدا، يعني استفادين الحقيقة منها. عندي بعض الأسئلة والتعقيب. الدكتور معيز ذكر كلمات من ذلك خلتني أن أدخل وأسأل. هو ذكر الأسئلة، الدكتور تحسين قال له أنت طيتنا أسئلة، بعدين ذكرت أنت أفلاطون وأرسطو وحتى سقراط، فكانت هناك الكتب وإنما كانت هناك حوارات. وحضرتك أكيد تعرف أنه كانت الأسئلة، ومن تلك الفترة إلى الآن يعتبر السؤال من أهم وسائل التعليم والتفكير والحوار. يقول لك اسأل 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 ثم أجب.
فأنت حضرتك اليوم طبقت هذا الموضوع السؤال، والسؤال يرتقي بأي باحث إلى المستويات الأعلى. أيضا نضيف لها شيء اسمه التفكير مستويات ثلاثة، تفكير بالأفراد بالأحداث ومن ثم بالأفكار والفلسفة، هاي أيضا معروفة. ويقابل ذلك هناك الهرم، أيضا هناك مستويات ثلاثة، المنطق والإبداع والميتا. وحضرتك عرجت على هذه الكلمة الميتا، أنا أتكلم لك من خلال تخصصي، استخدمنا الميتا ثينكينج، والآن نحن نعمل أشياء الكراريس التدريبية وكذا نلملمها في سبيل أن نضع كتاب اسمه الميتا ثينكينج اللي هو موجود في العالم العربي، وأعتقد في الأمازون أيضا ما موجود. الميتا أنت ممكن أن نقول عليك أستاذ، أنت من جماعة الميتا، يعني التفكير اللي تجي بيه واستخدامك الأسئلة المهمة جدا اللي ينقسمون حولها البشر. لكن ما أعرف شلون السؤال الأخير يخلاك تتكلم على كارب الساهر، يعني طالي فشي، لأن أنا إذا أتكلم عنك وأنت ميتا، يعني لا تحب ولا تكره، وإنما أنت موضوعي. المهم جزء هذه الدعابة ذكرتها بالأخير، لكن نعتمد على الأسئلة. الأسئلة الأولى رجال خطية قابل منافسني أدي وياه. أي نعم. ف اللي أقوله شنو؟ أنه هذا الموضوع اللي أنت تحدثت به، والآن يعني أعتقد أنت قريب إلى الميتا أكثر من الإبداع أو المنطق، اللي أنت تستخدم الأسئلة والموضوعية وما تنحاز في آرائك وما تنطيها كما هي. نقدر إحنا نستفاد من حضرتك كيف ممكن أن نتعامل مع الأجيال بالعراق؟ أنت قلت العراق وكذا وكذا، فعلا يعني العالم كله يعرفه شنو اللي صار بالعراق، ويمر بحالة استثنائية رهيبة، ولا يوجد أي شخص ممكن أن يعدل أي شيء، وهذا اللي يصير كله إحنا موجودين وخلينا نشوف بالمستقبل كل شيء ما حيصير. فكل الآراء التي تطرح هنا وهناك في الوضع الداخلي لا يمكن تعديله إلا بالوضع الخارجي. فنحن نهتم ونسألك السؤال، كيف للعراقي العالم والباحث والمثقف أن يرتقي إلى مستوى الميتا، ينظر للعراق ويقدم إلى الأجيال وإلى طلبة الدراسات العليا والمهتمين العلم؟ إحنا مرينا بمرحلة الحصار والكذا إلى، فأنت حاليا دا تطرح موضوع والآخر يطرح موضوع وهكذا، فهل عندك رؤية بهذا الموضوع أنه هو من أهم المواضيع أن نمسك العراقيين وخاصة الطلبة والشباب ونثقفهم، وبأي وسيلة وكيف؟ إذا ممكن تنورنا يعني من حضرتك وتعطينا مقترحات. شكرا نعم. جزيلا شكرا عزيزي دكتور قيس، أشكرك على هذا السؤال المهم. هي القضية يعني أعود وأقول أكو مفهوم الأيديولوجيا، إحنا تأدلجنا ليش؟ هي هاي الأدلجة، إحنا نبحث عن إجابات، وهذه تعود علمين، تعود إلى هيمنة الفكر الماركسي. بالمناسبة أنا أصولي ماركسية، يعني مدى جنة عليها، بس بعدين واحد يتطور يصير نقد الماركسي، يعني نيو ماركسيزم، فأنا أعتبر نفسي نيو ماركسيزم. شلون؟ العودة إلى هيجل، يعني هسه راح تقول لي جاب الهاي على هاي، مثل ما الدكتور قال لي المحاضرة السريالية. اي السريالية طبعا سريالية، ليش؟ لان السرياليزم هي تفتح افق، ومثل بيكاسو، جاء واحد قال له بيكاسو فنان يا شيخ مخربط ترسم العالم غلط، ولما رسم حبة القمح جات الدجاجة، فقال اني دجاجة يعني القمح بالارض دجاجة من كثر ما دقيقة سواء 3D و فجت قال انا ارسم للناس العقول، لا ارسم للدجاجه. هذه الفكره هيجل نيسته شنو؟ هيجل جمع المتناقضات اللي سماها الجدل، اول فيلسوف بالدنيا يجمع المتناقضات وسماه الجدل الهيجلي. او اجى فيورباخ هو تناوشه اخونا ماركس اخذه، وهذا يعني مداسي، لا هاي عظمه الغرب، هاي الحكمه. العراق أيها الداخلون ها هنا انزعوا عنكم أي أمل،
جحيم دانتي راس نقطة وانتهى الموضوع. انت شلون جنابك الكريم تشتغل على الأجيال القادمة والأجيال القادمة ماكو كرسي تقعد عليه؟ انت شلون تجي تثقف الأجيال القادمة والأجيال القادمة ما عنده لابتوب ولا عنده كهرباء ولا عنده خدمات ومحبط لا عنده مدرس؟ يعني انت شو طالب الأجيال القادمة والمعلم أمي، المعلم أمي، أستاذ الجامعة أمي، أنا دا تجيني بحوث من العراق أقيمها إصخام الصخمني، اسمحوا لي يبوه أدق على راسي كيفكم ضحكون وضحكون أبجديات خزي ترقية بروك بالعشرات ويخابروني مدري منو زين ايش مدري يا بلا تقطع رزقه. قلت لا يعني خاف أتكلم كلام قدية قدية ريد يصير بروفيسور وأبحاث هزي مخجلة، فأي مستقبل إذا النخبة الأكاديمية تتعاطى بهالطريقة؟ فشون الأمل؟ يعني إحنا دا نعيش لحظة جحيم دانتي وكررها الفكرة وين؟ يلا أكو أمل إن شاء الله أكو أمل، لكن هذا الواقع. الواقع رواندا، رواندا كانت تعيش جحيمنا، بس رواندا ما أدري منو اللي يعني راد يخلق معجزة وصارت رواندا، بلكي الله يفكر بينا واحد ويسوينا معجزة، عسى دعوة كريمة يا الله. بالعكس شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور جبار خمار. شكرا جزيلا، اتفضل. شكرا جزيلا وشكرا للدكتور إسماعيل على هذه الأسئلة المستمرة والمتوالدة. أنا يعني أتخيل أو أرى الدكتور إسماعيل هو سقراطي النزع من حيث إنتاج الأسئلة، فسقراط هو كان ولاد أسئلة، وهاي الأسئلة اتهموه بسببها بتلويث أفكار الشباب، لأنه يطلق الأسئلة ويجعل الشباب يفكرون بها وقد لا يصلون، وقد يقوضون الثوابت بالنسبة للدولة، وهذا يشكل خطر كبير على كيان الدولة، بالتالي كان مصيره الإعدام. إذن إطلاق الأسئلة من حق، هذا حرية، لكن لابد ثمة حدود للإجابة، بمعنى أنه أنت إذا أطلقت أسئلة من دون الوصول إلى إجابة فأنت وقعت في المتاهة، وهذه المتاهة تعطل التاريخ وتعطل الواقع ولا تصل بنا إلى الرؤية العلمية للحياة. فإحنا لابد أن من هذا اليوتار عندما تكلم عنه الدكتور، هو قوض ما يعرف بالسرديات الكبرى وقال لا يقين في الحياة، يعني السرديات الكبرى مثلا الدين يتمركز على يقين ثابت، هو برأيه قال لا يوجد يعني سردية كبرى، لأنه بالتأويل واستمرارية العصور والحياة الفكرة المركزية تتقوض وتأتي أفكار فرعية. حتى أنني شخصيا أطلقت مصطلح اللي هو تبعيض الله. تبعيض الله بمعنى شنو؟ كل فرقة وكل توجه ترى الله برؤيتها الخاصة، فلم يعد الله مركزيا، إنما ظهر السرديات صغرى كما يقول يوتار. هذا الحراك التاريخي والعلمي والفكري هو مبدأ من مبادئ حرية الفكر. لا يمكن أنه نقول أنه الأسئلة لا إجابات لها، لا، كل فيلسوف أعطى منظورا هو بوصفه إجابة لسؤاله المركزي. يعني أخذ كل المفكرين والفلاسفة، عندما تتحول أفكارهم إلى نظرية فهي إجابة بحد ذاتها. فإذا قلت نظرية الماركسية هي إجابة لمنظور أو أفكار ماركس عن الحياة والواقع والتاريخ وما شابه، إذا قلت أن النظرية الهيجيلية هي إجابة لأسئلة هيجل، فالنظرية العلمية هي تبدأ بأفكار جنينية ثم تتطور بالحياة ثم تصل إلى النظرية اللي هي مكتوبة ومدونة. فمثلا أنا أضرب لك مثلا من الواقع الذي ينطلق من عند أستاذ إسماعيل. مثلا هيجل سألوه مرة، قالوا هل يوجد
يعني هل ثمة وجود وعدم؟ قال الوجود هو العيان الذي نراه، لكن لا يوجد عدم. قالوا كيف لا يوجد عدم؟ قال لأن العدم عندما يتحول إلى لفظة فهو وجود. شوف شلون باوع، يعني مو العدم هو لا شيء، كل كيان بمجرد أن تقابله بلفظة فقد تحول إلى وجود. لا وجود للثنائيات الخالصة، بمعنى لكل سؤال إجابة حتى وإن قوضت المركز. فأنت يا سيدي عندما تطلق هذه الأسئلة حتى لا نصل إلى ما يعرف بمتاهة التاريخ، لأن التاريخ مجموعة أسئلة وإجابات، عندما تطلق رأيا تقول أن هنالك أسئلة وما عندي إجابات، فقد فأنت دخلت في المتاهة، في متاهة التاريخ. إذن لابد أن نصل إلى مثل ما نطلق الأسئلة، لابد من إجابات، وهذه الإجابات هي الخبرة، أو كما يقول جون دوي الحياة خبرة. فعندما تصل إلى منظور من الخبرة عميق فإن بإمكانك أن تصل إلى الإجابات. خذ مقولة بوذا هاي العظيمة، عندما يقول من الشر يأتي الخير ومن الخير يأتي الشر. شوف العظيم، مثلا النار عندما تراها هي شر لأنها تؤذي، لكنها مفيدة لأنها دافئة. وانظر إلى البارود، عندما اكتشفوه كان خيرا، لكن عندما استعملوه استعمالا آخر تحول إلى شر. فإذا بوذا أعطى أن صيرورة الحياة بهذه الإجابة. إذا يا سيدي أنا يعني أتدخل معك بموضوع إبستيمولوجية كما تقول، أن الأسئلة المعلقة لا تحقق معرفة ولا تنتج معرفة ولا تؤدي إلى سرديات صغرى كما تطلقها عن طريق اليوتار. الحياة هي عبارة عن سرديات صغرى ولدت سرديات صغرى، والسرديات الصغرى ولدت سرديات صغرى. هذه السرديات الصغرى هي مجموعة من النظريات المتواترة عبر التاريخ. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا دكتور جبار. رغم أنني أعتقد بأن إثارة السؤال يتضمن جوابا، تفضل دكتور. دكتور جبار خلي أجاوبك، مبدعنا الرائع المسرحي، خلي أجاوبك بلغة المسرح. بريست ودائرة الطباشير القوقازية، دائرة الطباشير، دائرة لما... أي لا أدري طبعا تعرف اختصاصك شغلك أي. فأكو مسألة أساسية إحنا يحكمنا نعم يكرون رحم الله والديك الله يرحمه الله يرحمه عاوني زين. اكو مسألة، احنا المنظومة الشرقية منظومة مستبدة تبحث عن جواب. يا جماعة الخير ماكو جواب، انت من جاوبت خلص نهايته، صرت دكتاتور خلصت هاي الحكمة مالتك وخلصت، يعني بالضبط مثل يعني انت جاوبت جواب ماكو اسهل منه. الجواب شيء سهل وبسيط، لكن مو السؤال، السؤال المولد، السؤال المنتج هي المسألة إبستيمولوجية، والإبستيمولوجيا تقوم على السؤال. أنا مو من جماعة السؤال، لأن العالم يعني الدنيا ظل تدور، الدورة دورة الحياة تستمر. أنا ما خليت إجابات، يعني خليت شعار وحدة حرية وأمة عربية واحدة، والله والهاي ذات رسالة خالدة، صفق إذا ما صفق أنت خارج النسق، مو هاي المشكلة. إسماعيل نعم، لولا إجابات هيجل ما ظهر سؤال ماركس. والله خطيئة يعني ولا جواب هيجل ما جواب، ما هو قلب العربة سواء بالعكس، هذا الجدل مكان ما يصعد للسماء نزل عكس العجلة، شلون هاي نظرية ماركسية دكتور. وبعدين ظهر ان شلون راس المال والقيمه وكذا، كلها هاي كلها اسئله جديده. بعدين من جاء نظريه قراءه الماركسيه وظهرت الماركسيه الجديده، هذه بناء على الاجابات ماركس وهكذا. زين انت حضرتك تقول انا كنت ماركسي يساري، وبعدين الان في اليساريه الجديده او ماركسيه جديده، خلاص انت كنت يعني متواصل مع اجابات ماركس ثم قوضتها فتحولت الى
أسئلة جديدة هي الماركسية الجديدة. إذا صيرورة الحياة صيرورة من الأسئلة. رح وقف دقيقة. شلون عيد الحياة صيرورة من الأسئلة والإجابة. لحظة. هذا جدل جميل. هذا حوار، أنا لا أقول جدلا، هذا حوار. لا دقيقة دكتور جبار، يقول صيرورة ومنظومة، وأنا انطلقت بمنظومة هيجيلية. جدل، تدري شنو جدل؟ صراع المتناقضات. يعني مو ابتكار، هذا ابتكار. هيجل ما يجاوب، نيستا ما يجاوب، ماركس أبو الإجابات أبو الأيديولوجيا، يا عمال العالم اتحدوا أيام مراهقتنا وزلوفنا وشارلستون وشعرها الكبرى وكوشتنا، يلا هذا المركز السوفي. فليتفضل الدكتور كاظم. نعم، شكرا جزيلا للأستاذ حازم، شكرا للدكتور أستاذ رحمن، عفوا، وأشكر الدكتور المحاضر الدكتور إسماعيل، حقيقة محاضرة قيمة جيدا جيد جدا في طرحها، لكن كنت أتمنى من الدكتور أن يكون تركيزه على محور عنوان المحاضرة. بالحقيقة الدكتور تطرق إلى محاور كثيرة أفقدتنا أن نركز على ما يريد أن يقوله في محاضرته، وهذه طبعا حتى مع احترامي وتقديري للمتداخلين أبعدتنا كثيرا عن أصل الموضوع وأصل المحاضرة. انتقلت المحاضرة من عنوانها الحاضر إلى موضوع فلسفي آخر مختلف تماما عن أصل المحاضرة. أنا أشكر الدكتور كثيرا وأشكر المتداخلين، هذا كل ما كنت أحب أن أطرحه. شكرا جزيلا. أعتقد حسب التسلسل لو أتجاوز، يسمح لي الدكتور سلام أن أتجاوز إلى الفنان محمد فرادي. شكرا جزيلا، تسلم استاذ عبد الرحمن. انا ايضا لدي نفس السؤال اللي طرحه الدكتور كاظم قبل قليل، لكن اضيف عليه. الحقيقه عنوان المحاضره هو محنه العالم و اسئله العالم، اسئله البشريه تواجه نفسها. هذا سؤال مهم. محاضره انا يعني اترقبها من اسبوع كامل، وهذا قلقنا. ما هي ذات البشرية الآن؟ أنت أتمنى أن يعني الدكتور العزيز صديقنا الدكتور إسماعيل أن يخلينا بهاي الدائرة الخطرة، وكل الأسئلة لها علاقة بذات البشرية الآن. أشير إلى أن موضوع أنه العراق يتغير أو لا يتغير، نعدي المشكلة أو لا نتجاوز هذه الظروف. نعم العراق سيتغير والمنطقة تتغير والعالم، جغرافيا العالم ستتغير، هذا واقع الحال. اللي يراقب الآن الظروف، الآن حرب كورونيا يعني أوكرانيا وروسيا وتحالف أوروبا وأمريكا راح يدن انقسامات كثيرة، تغييرات بالاقتصاد راح تصير. أما موضوع العراق مؤهلا يتغير. يعني مشروع دكتور قيس العبيدي مشروع هو ورق، يمكن مشروع، يمكن يتابع برامج فقط، لكن يأتي يوم نحتاج هذه البرامج. العراق في ذكاء وطاقات ويعني مواهب وتاريخ وإمكانيات وثروات، لكنه العراق الآن هو وليد 40 سنة وأكثر من المشاكل. هذا يعني بشكل عام. أما إشارة الدكتور حقيقة هي مهمة بالنسبة لي، أنا يعني أشتغل عليها كفنان تشكيلي، وهي قراءة الصورة، قراءة حدث، وقدمنا كدخل لنموذج نروع ما يكون. أنا سعيد جدا من قدم الموضوع وهي تعدد القراءات. يا ريت أيضا كانت المحاضرة أن تركز على هذه القضية. الاقتصادي والعالم والفنان والشاعر يقرأ الحدث بطريقة مختلفة، يعني ليست سريالية ولا ميتافيزيقية، إنما هي يعني فعلا العقل البشرية مختلفة، ثقافة مختلفة. وبعدين من يوضح الصورة، هذا التنوع بقراءة الصورة أو الأحداث.
يعني الشيء الآخر طبعاً يعني الدكتور إسماعيل طرح لنا عشرات يمكن بالمئات من المحاور وكلها مهمة، كل محاور يعني يستحق أن يكون محاضرة غزارة المعلومات والمصطلحات إلى آخره. لكن أيضاً أوقفني عند موضوع جداً مهم وتحدثنا به قبل فترة أنا مع الدكتور جبار قمار، وهي الدهشة. الدهشة هي أصلاً فطرة الإنسان صاحب الموهبة أو العالم أو المثقف المتوثب المتهيئ اليقظ لالتقاط حدث. الدهشة هي أصلاً بداية الاختراع، بداية الابتكار. والدهشة ثم لماذا الحيرة؟ يعني دكتور إسماعيل قال دهشة وبعدها الحيرة. أنا أعتقد الدهشة يؤدي إلى المنجز، يعني أنا كفنان أندهش في لحظة ما أتجاوب لدي رد فعل رأساً التقطة يتحول إلى منتج فني. العالم نفس الشيء، تفاحة اللي وقعت على نيوتن تحولت دهشة، تحولت إلى اكتشاف، إلى نظرية. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. أستميح الدكتور إسماعيل عذراً، فقط نستمع إلى تعقيب الدكتور سلام ثم بعد ذلك ممكن الإجابة. مع الدكتور إسماعيل يقول أنت قلت سريالي، إيه هي سريالي؟ أنا بس حبيت حتى ما يفهمني خطأ أقول له سيد العزيز أنا من إعجابي بالمحاضرة وصفتها بما يليق بها فوضعت هاي كومبليمنت يعني أنه قلت سريالي. شكراً جزيلاً. لا بالعكس دكتور، العفو، تعليقك رائع. يعني لا لا تعليقك جميل شان. أنا سعيد بعدور ثاني. الله أكبر، عقل خلاق. بالعكس تسلمني. أنا أستمعكم عذرا دكتور كاظم إذا تسمح لي ودكتور فرادي. إخواني الأعزاء، أنا ملتقي بنخبة عظيمة عقول. أنا مو جاي أستاذ وألقي محاضرة على طلاب، أنتوا أساتذتي في الفكرة. وين أنا الفكرة جمعت مليون سؤال؟ لا لا مو مليون، تريليون سؤال. أنا من البداية قلت لكم المحاضرة مارتها تلقينية. هاي المنتلتي مالتنا احنا، عقليتنا لازم يجي الأكاديمي ومتعالم وعنده إجابات. منو عنده إجابات؟ بس محمد عنده إجابات جاهزة من خلال القرآن. أسأل تريد تطلعوني عن هذا؟ إخواني الأفاضل، الفكرة تقوم على إطلاق سؤال والسؤال يولد سؤال وتريليون سؤال. هذه الفكرة الأساسية، هذه ميزتي. أما أجي أنا ألقي محاضرة ما أنا أقدر، يعني الإبستيمولوجيا السياق والنسق وفضها وطيكم وقال مدري منه والإتباع والهذا يعني ثابت والمتحول وأفضها. وأنا الأفاضل هي قيمتها بانطلقت آني من الطيف من الوهم. هذا جيمس، شو اسمه، جيمس ويب. هاي الصورة تلكم ساهم وشوفوا الإدراك البصري. والإدراك يطينا وين؟ يطينا وين ندخل على العقول والعقل وين يشتغل. هذه الفكرة. أما أنتم متعودين تريدون إجابات وتريدون محاضرة منضبطة، هاي ألقيها على طلاب، ما ألقيها على هاي العقول العظيمة، عقول حضراتكم. وهذا النقاش يعني العنيف والمهم. سلمتم وحفظكم الله. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل. تفضل أستاذ الدكتور أحمد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا لدعوتك أيها الكبير مبدعا وإنسانا صديقي أستاذ رحمن عباس على هذه الدعوة للمشاركة، وهذه أعدها دلالة محبة وتقدير كبير أعتز به وأقدره منك كثيرا أيها المبدع والإنسان الكبير المحب. شكرا للصالون لأنه يختار يعني مواضيعه بعناية ويختار قامات فكرية تناقش هذه الموضوعات و يعني تضع حولها أسئلة. أريد أن أشارك الباحث في أننا لا نضع إجابات وإنما نضع حولها أسئلة. طبعا أثني أيضا على الإدارة الهادئة والراقية التي يمتاز بها أستاذ رحمن عباس. شكرا لك سيد الكريم دكتور البروفيسور الأستاذ فاضل المحترم، شكرا على هذه المحاضرة التي ولدت خلافا واختلافا أكثر مما ولدت تطابقا. ولعلك أنت العارف والفيلسوف تعرف أن المعرفة تقوم على الاختلاف وليس على التطابق. ولذلك أدعوك إلى البهجة كما مبتهج أنا الآن أنك استطعت أن تعصف بالأذان. واسمح لي وليسمح لي أصدقائي أننا نحتاج
أن نغير وجهة النظر في هذه المحاضرة. يعني علينا أن لا نعتمد نسقا واحدا مع كل المحاضرات لكي نتخلص من بعض الإشكاليات المعرفية التي نقف عندها. هذه محاضرة إن عدت ضمن المنهجيات ما يسمى الآن في المنهجيات الحديثة في التعليم وغيره ما يسمى بالعصف الذهني، أن يعصف بأسئلة كبرى أمامك ولا إجابات ويضعك في حيرة حتى أنت تستطيع أن تبدع. هذه واحدة لنتفق عليها. الثانية الحقيقة أنا المحاضرة وأنا يعني هي بدأت بأسئلة كبرى وقلنا يعني سندخل فيها إلى نظرية المعرفة كما أشار. أنا أتذكر أنه بدأ يعني بعد الصورة كيف ندرك، كيف نفهم، كيف يتم الإدراك عند الإنسان، وبالتالي نظرية المعرفة والإبستمولوجيا وهذه، وبالتالي لم يدخل إلى التنظير. يعني كما كنا نتوقع أنه سيسلسل الأفكار والمنهجية ويتبع منهجا نستطيع أن ننتبه إليه، هل هو يتبع منهج وصفي، هل هو تحليلي، هل هو يفكك، ونحاول أن نبرمج، لأنكم تعرفون أن الأذهان لا تستطيع أن تستوعب إلا إذا وضعت ضمن أطر أو أنساق حتى تعرف. ولذلك المعرفة تخصص وتوزع ويصبح لها مجالات، وحتى داخل المجالات يصبح هناك تخصيص لكي يستوعب، لأن الفكر الإنساني يبدو من خلال التطور، يبدو العقل الإنساني أقرب لمفهوم العقل الكمبيوتري الآن، ولعل الكمبيوتر أو هذه صنع على بايتات يجب أن تتحدد مجال الذاكرة في مكان ومجال كذا، واستيعاب مدخلات يجب أن تتفق مع البرمجة الإلكترونية في داخلي حتى أستطيع أن أنتج. ولذلك قلت هذا عصف ذهني. لكن المحاضرة حقيقة ذكرتني أو هي تنتمي إلى ما يسمى معرفة ما بعد الحداثة. وأنا حين استمعت يعني في منتصف المحاضرة وأنا ألاحق هذه الأسئلة والأفكار، تذكرت محاضرة راقية عن مفهوم ما بعد الحداثة للمرحوم الكبير مفكر العربي الذي يعني تم إهماله كثيرا، عبد الوهاب المسيري. يبدو أن لبعض يعني نعرف إحنا هذه الذاكرة العربية تجاه الـ يعني إذا كان هناك أيديولوجيا دينية أو كذا، والرجل كان يحمل خصوصا هذا النوع من الأيديولوجيا، ولذلك تم إهماله مع أنه كان واحد من العقول الفكرية المهمة التي أنتجت أبستمولوجيا مفاهيم تحليلية ولتفكيك الخطاب، ولعل موسوعته حول اليهودية أو موسوعته حول الإنسان، يعني مجموعة كتب كانت مهمة في إنتاج المفاهيم. أتذكر له محاضرة وأدعوكم إلى الاستماع لها، وستعرفون كثيرا يعني من الأفكار التي طرحها الدكتور، أو على الأقل ستستطيعون أن تتعاملوا مع مثل هكذا محاضرات. محاضرة عنوانها مفهوم ما بعد الحداثة، يبدأها كما بدأها أستاذنا الدكتور الفيلسوف فاضل، نعم، بأن هناك يعني يقدم أنني جئت لأقدم فكرة يعني موضوعا، ولكني للأسف نسيت الموضوع في البيت، ثم ولذلك يعني اعذروني سأحدثكم عن الفكرة الأذهاء، وإذا شئتم لنتحدث، ويبدأ ينتقل بالأفكار ثم يصل إلى اللب اللي يقول لهم هذا ما بعد الحداثة هو ضياع المعنى، ضياع المركز، وبالتالي يمكن أن تتحدث عن كل شيء وفي كل شيء وبلا أي معنى تخرج منه، تتساوى الأشياء. أن تتحدث في الحداثة أو في الفلسفة أو في تحليل قصيدة الشعر أو في تحليل الوضع العراقي، وبالتالي كلها تتساوى. وهذه مأزق كبير يعرف الدكتور، وهو أشار إلى هابرماس وغيرهم من نقاد ما بعد الحداثة، هذا المأزق المعرفي، وهو ضياع المعيار للحقيقة. يعني وهذا يمكن الدكتور جبار وبعض الأخوة حاولوا أن يتجادلوا معك فيه أو يحاوروك فيه، ما هو المعيار الذي يمكن أن يقف عنده الإنسان؟ هل تبقى الأمور مفتوحة؟ يعني هل أصل إلى نتيجة أنني لن أستطيع التغيير باعتبار أن هناك ميكانيزميات كبرى تحرك التاريخ والأنساق، وأنا رجل أشتغل في المجال الثقافي في يعني الأنساق الثقافية، وأعرف
أهمية الأنساق المضمرة، لكني دائما أتأمل هل هذه الأنساق أقوى من الإنسان أم أن للإنسان. أعتقد أن الغرب حل المشكلة فيما سماه نظرية الاحتمال التي ولدت من النسبيات وغيرها، وأنت تعرف ذلك. ولعل كتاب وهو ترجم إلى العربية كتاب مهم لكارل بوبر اسمه منهج الكشف العلمي، واحد من الكتب المهمة في هذا الموضوع. وأعتقد أن أيضا مفكرا تم إعدامه في العراق يسمى محمد باقر الصدر، كانت له محاولة كبرى في الأسس المنطقية كانت تأخذ من هذا المجال في نظرية الاحتمال، وهي التي تقول أن المعرفة احتمالية. علينا أن نتفق أن المعرفة الإنسانية احتمالية، حتى في الدين هناك معرفة لله لا يمكن أن ندركها المعرفة المطلقة. إذن ماذا نفعل؟ يقول وهنا بوبر وغيره ومن ضمنهم في الأسس المنطقية الاستقراء بارد، يقول أننا الإنسان يمكن أن يبني المعرفة إلى مستوى ترجيحي، بمعنى هو يقول إلى 80% نصل، حين ذاك تولد ما يسمى التوالد الذاتي لكي يستطيع أن يطمئن إلى هذه المعرفة ويعمل عليها ذاتيا، يرفعها إلى مستوى 100%. ما الذي يحصل؟ يبدأ يشتغل على هذه النتيجة وعلى هذا الجواب الذي وصل إليه لكي يحرك حياته وتأريخه، ثم بعد ذلك بمرور الأيام، وهنا يأتي كانت وغيره من الفلاسفة الذين قالوا بنقد العقل والمعرفة دائما، يراجع نفسه فيكتشف أن الضد الذي كان يمثل 20% هو الذي أصبح 80%، فيرجع، وهذا موضوع الجدل، فيطور. هذه واحدة لحتى نخلص من مزق الآن الذي وقعنا فيه وأوقعتنا الحداثة، هو غياب المعنى. القضية الأخيرة والتي أريد أن أختم بك معها وهي قضية مهمة، أنا يا سيدي أيضا أضع أمامك الأسئلة وأدعوك أن تتأمل معي هذا السؤال، أننا يجب علينا أن نفرق بين إجابة العلم وأسئلة العلم وبين إجابات الأيديولوجيا وأسئلة الأيديولوجيا. نحن يعني أكثر الذي حصل هو أسئلة أيديولوجية وإجابات أيديولوجية، وليست لأن المعرفة أسئلتها كما أشار بذكاء الدكتور الخبير المعرفي الكبير تحسين الشيخلي في هذه القضية، أن هناك إجابات العلم إجاباته، وأنت أشرت في البداية هناك أسئلة الكيف والكم ولماذا، أنا أسئلة الفلسفة لماذا، لكن أسئلة الكيف والكم أسئلة علم لديها إجابات، والإنسان يسعى إليها ويصل فيها إلى حقائق مطلقة تصبح قوانين حاكمة للحياة وثابتة، وفيها تبقى فرضيات ونظريات تتغير. ولذلك علينا أن نفرق، وهنا أريد أن أقف معك وأختم وأعتذر عن الإطالة في قضية يعني تحميل الإنسان في بلادنا أو في غيرها، تحميل الإنسان كل هذا يعني شعوبنا وكذا، كل هذا اللوم والعتب واتهامها بكل هذا التخلف وكذا، وإرجاعه فقط إلى بناء فكرية ثقافية داخلية نفسية تتعلق، وننسى العوامل الكبرى الخارجية التاريخية التي حركت. يعني إلى الآن نحن ننسى أن هذه الأرض الملعونة التي تسمى أرض العرب نهضتها بدأت باحتلال بصدمة مع نابليون وغيره، وظل هذا الآخر يحركها، بل نسبة تحريكه لها تعادل 90% لنسبة إرادتنا وقدرتنا. ولعل كتاب الاستشراق لدوارد سعيد حل مشكلة كبرى لنا في فهم أنفسنا وفهم الآخر قبل ذلك، لنعرف أن الآخر يحركنا. واليوم الذي يحصل في بلادنا يا سيدي أنت تعرف باستخدام التكنولوجيا وغيرها، وبالتالي توجيه وبناء أفكارنا وثقافاتنا وكذا، لأننا يعني خلطنا بين الأيديولوجيا والعلم، وبالتالي ضيعنا ذاتنا وأصبحنا أداة للزيد الآخر. وأنا أشكركم، لكن ذلك لا يمنع أن نقول أنها كانت محاضرة مغايرة وعاصفة بالذهن، وفتحت أسئلة، ومنها أسئلتي حتى وأنا اختلف، لكن اختلافنا للمعنى وليس للمطابقة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور حمادي، شكرا جزيلا. دكتور إسماعيل. شكرا دكتور حمادي، يعني طرح جميل ورائع. الإشكال أعود وأقول يعني كارل بوبر عنده كتاب كلش مهم اسمه أسطورة الإطار. أسطورة الإطار إحنا عقولنا يعني تحددت بالإطار، أكو إطار محدد
وهذا الإطار إشكال كبير. إحنا مثل ما حضرتك قلت مسألة العصف الذهني، أنا ما أريد أصلاً ولا أفكر بالعصف الذهني، لأن هذا منظومة أخرى، يعني منظومة بيداغوجية تربوية. الفكرة وين؟ الفكرة يعني المقام والمقال لكل مقام المقال. الفرضية اللي انطلقت منها هي الحوار، الحوار، والحوار يقوم على طرح السؤال، هذا اللي كنت أنا متوقعه. وأقول وأكرر، إحنا ثقافتنا تنتظر إجابة. أنا من مدرسة فلان، وأنا من مدرسة فلان، ماركسي وأنا هيجلي وأنا إسلاموي، وهذا التأطير يعني إشكال كبير بالثقافة العربية. الجدل دائما ولادة سؤال، بلي أوكي، والمنظومة المعرفية شلون تتنظم؟ أكو حقائق أي لا غبار عليها ولا اختلاف. المشكلة إحنا حضرتك قلت أكو مسألة المطابقة والاختلاف. إحنا حتى وإن زعمنا تحت الزعم، إحنا هاي عقلية مع احترامي للجميع، ولا أريد أن أتهم، بس خلينا نسميها يعني عقلية المراوغة. نحن نؤمن بالاختلاف، لكن واختلاف أنا كذا، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، بس واقع الحال منظومتنا المعرفية مجرد ما اختلف معك هو لطيف وكوش إنسان، لكن للأسف هو إسلاموي، للأسف هو ماركسي، للأسف أنت بس حطيت بخانة وخلاص أسقطت من حساباتك. إيش قالتنا؟ إحنا ما نؤمن بالسؤال أبداً، إحنا ما نؤمن بالسؤال ولا قيمة السؤال. هنا أكرر وأقول الفكرة هي الفكرة ليست محاضرة تربوية. أنا أستاذ جامعي وعندي أي محاضرة وأجي ألقيها وفضها واحد اثنين ثلاثة وأكو فراسي والأسئلة تتعلق بهذا الموضوع، لكن الطرح وين؟ يعني كل واحد يتوقع إجابته، يعني أبو العلوم السياسية يريد السياسي، والفنان يريد لازم الإدراك البصري، والإبستيمولوجي يريد الإبستيمولوجي. هاي مجرد هي الفكرة، أعود أنا ما أرجع، هي فكرة محاولة لتقديم. هو وين الغلاف؟ والله أريد أطلع العنوان، هو شنو العنوان؟ أصول التكوين والتفاعل الإنساني. فأنا اجتهدت قلت التكوين ينطلق الإنسان، منين ينطلق التكوين؟ وفكرة التفاعل الإنساني، ترى هاي الثيمة، الثيمة مو محاضرة وبعدين راح نأخذ عليها دبلومة، لا، سؤال، ألا تسعدون بالسؤال؟ افرحوا بالسؤال يا سادة، سؤال مهم، هاي جدل، وهو هذا الهدف منه. أما أنا أجي أعلمكم لا، مستحيل، جابني، استغفر الله، رجال متواضع على قد حالي. شكراً، سلمتم شكراً. شكرا دكتور. آخر سؤال الأستاذ حازم القرعاوي، ونعتذر كثيرا منك. لا بالعكس، أجلناك. استغفر الله، بالعكس، حياك الله دكتورنا الغالي، أحسنت وجدت. في الحقيقة يعني جنابك إحنا كنا ضيوف على مائدة معرفية من طراز آخر. أنا ممنون جدا إلى هذه الجهود وإلى هذا الطبق المتنوع اللي حقيقة أثار الكثير الكثير من الأسئلة ومراجعات فكرية في كل أذهاننا. ممنون جدا، لأنه عادة الطرح يكون بخصوص الموضوع ولا نطرح علاقتنا بهذا الموضوع. وأعتقد جنابك يعني بشكل، مع العلم أنه أنا يعني لا لست باختصاص في التاريخ ولا بأساتذة الكبار اللي تحاوروا مع جنابك بهذا الخصوص والمدارس الفكرية والفلسفية، لكن في كثير من الأحيان الموضوع هو يعني يفسح مجال في أن أتداخل مع جنابك. في كثير من الأحيان أجد أن التفسير وال دراسة التاريخ يتعلق بمعرفة الحدث ولا يركز على علاقتنا مع الحدث، العلاقة التي هي تشكل انطباعات وفهمنا للحدث وكيفية تلقيه، ويصبح البحث مركز فقط في تعريف والإجابة كما تفضلت على الأحداث التاريخية. جنابك وبهذه المحاضرة الرائعة والطرح البديع
وبالمناسبة صالون الثقافة العراقي هو ورشة عمل فكرية لكل هذه الأسئلة الرائعة التي تفضلت بها، ركزت على علاقة الإنسان بهذا الحدث. هل يعني هذه أولى الخاطرة الأولى، ولكن تفاجأت ب يعني رؤيتك المستقبلية لما يحصل بالعراق. يعني أنا كشخص متفائل تفاجأت بهذا الاستنتاج أو الجواب إلى قراءة التاريخ من جنابك، خاصة وأنه هناك الكثير من المجتمعات واجهت مآسي كبرى، يعني الكوريتين، اليابان، ومجتمعات كثيرة تعرضت إلى دمار شامل، واستطاعت أن تجد الأجوبة ومن خلال تحديد علاقتها مع الحدث. يعني المشكلة أنه هذا الحدث أصبح يعني يخيم على الفكر، يخيم على الإنسان بحيث ما يمكن أن يطلع من عنده. هذا اللي أعتقد هو حاصل في العراق. كأنه كيف يمكن تغيير علاقة العراق، المجتمع العراقي، مع الأحداث الدموية الكارثية التي تعرض لها؟ أخذ على فترة 50، 100، 200، 300، هذا يعني الأحداث تترى على العراق. هذه مسألة. مسألة ثانية، مقاربة التطور العلمي الذي حصل في أمريكا وأوروبا ولد عندي خاطرة ثانية، وهي ما هي كيفية التعامل مع الملكية الحدث، الملكية في التاريخ؟ يعني إحنا الملكية التي لا يعاني منها الأمريكي، وإلى حد ما لا يعاني منها الأوروبي لأنها حصلت خارج حدود أوروبا، كيف تتعامل معها هذه الملكية؟ هل هناك من خلال دراساتك وبحوثك وجدت يعني لوغاريتمية معينة لتحديد هذه الملكية بشكل إيجابي ممكن أنه تتعامل معها؟ لأنه الـ 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 العلاقة المشوشة الغير صحيحة تولد في كثير من الأحيان ردود أفعال وأحداث تاريخية أخرى هي تزيد من الطين بلة. وأتمنى من جنابك أن يعني تخرجنا من الدائرة التشاؤمية، لأنه الحياة كما يعبر عنها اليينغ واليانغ هي مستمرة، وهناك نهاية للسوداوية وبداية إلى التفاؤلية. جزيل الشكر دكتورنا. شكرا أستاذ حازم. تفضل دكتور. شكرا أستاذ حازم. القضية إحنا عبء التاريخ مو هي أكو مسألة، يعني من أيام السقيفة لليوم وإلى يوم يبعثون إحنا عبء السلطة. مفهوم السلطة يعني أكو توزيعات، خلنا ننطلق نحددها، المعرفة والعنف الشرعي، وبعدين شنو هو السلطة الرسمية. احنا نتمحور بعقلنا بالوعي اللاجئ، يعني بالعقل الباطن مالتنا، احنا يعني كلنا نسعى نحو هذه السلطة، تكريس للسلطة، مفهوم السلطة، يعني انا امير وانت امير، ولكن عفوا من يسوق الحرب؟ اي هذا السؤال الاساسي. قوم رؤوس كلهم، ارايت مزرعة البصل؟ أكلها روس بصل ودعتك، وأنا أسأل الرجال المتواضع دعتدي على سلطاتي، أويلي هذا، أتحول إلى وحش بأنياب كاسرة، إيش يطلع الناب الكبرى بس أعتدي على سلطتي. هاي مسألة، وهذا اسمه يعني خلينا نسميه مو مالتي، هذا بورديو رأس مال الرمزي، شون يتحول الرأس مال. التاريخ يعني abstracting الكونسبت مال التاريخ، شون فالتاريخ وعي اللحظة. إحنا ثقل، إحنا بعقلنا هذا العقل الشرقي العقل العربي موجهين للخلف، يعني إسماعيل نور الربيعي، وأنا استغلطت قبل شوية قلت أنا أصولي ماركسية، نص الجمهور اللي مثلا من هذا أخذ موقف، وهي هاي لا شعور باللاوعي، هذا أصولي، هذا يعني هذا كان كذا، أو أنا كنت مثلا إسلامي، أنا كنت شيعي، أنا كنت سني. أخي العزيز أستاذ حازم، هو يسولف وياك ساعة يريد يعرف أنت منو،
يريد يعرف السياب سني له شيعي، يريد يعرف اسماعيل نور الربيعي سني له، ما يقول لي على اساس استحي، بس يحاورك منين، من يا دربونه، من يا زاغور كذا، وانت شلون الى اخره. هذا تاريخ، هذا عبء التاريخ. وتقول لي تفائل، يا با تفائل، حلو، شكو بيها الحياه تدور وتستمر، ولكن تضمن لي يعني وشهوه الملك في عينيه تلتهب. الملك هنا السيطره والهيمنه، المعاقبه والمراقبه، الرأسمال الرمزي، اون شيخ لك يعني، وكل شيوخ يعني، كم هائل من المشيخات طلعت لنا، وكلها امراء، ما عاد يرتضي بلقب الشيخ، قام يسمي نفسه امير، لان سمع امير ربيعه، امير ربيعه له ارث تاريخي، اكو اماره ربيعه اوكي، والمنتفق اكو اماره المنتفق اوكي، اكو ارث تاريخي مبرر، بيت الجاف عتهم امارتهم، البابان اكو اماره اوكي، امير صح، انت شنو ارثك التاريخي؟ المهم عوفك من هذه. فانت الان تقول لي بابني يعني صناعه الامل، كيف تنظر الى المستقبل؟ المستقبل جزء اساسي من فهم وعي اللحظه، التاريخ هو شنو؟ الماضي بوعيه تمثلاته، الحاضر، الحاضر شلون تستوعبها، يسموه الموقع البوزيشن مالتك، وبعدين هو اللي يقودك وين؟ للتعاطي مع اللحظه اللاحقه. هاي الدايكرون والسايكرون، المنهج البنيوي. اوكي، الان احنا عندنا لحظات، من يتحكم بالقادم؟ عندك المال، سلطه المال، هاي سلطه اساسيه، وسلطه الولايه اللي تقوم عليها شرعيه، انطيني انت الحل، انا ما لي علاقه، انا ما ادخل بالسياسه. وعندك شنو هو؟ سلطه العنف، القوه، هل لديك مؤهلات للقوه؟ ماذا لديك بعد ما تم يعني تجريدك من قواك المعرفيه؟ انت اهم شيء تقول لي كوريا واليابان وهاي التجارب، لا، هي ظلت بها مدارس بالمناسبة، ظلت مدارس، وانت إذا المنظومة التعليمية انتهت فأنت فقدت أساس التعاطي مع المستقبل. الثروة تتعوض، الثروة تتعوض، والنبي العربي الثروة تتعوض. أنا ما أبكي على المليارات اللي نهبوها وكل واحد يأخذ لا ما أدري شكل ألف عافية، هاي بتتعوض، الله يعوضها، بس العقول شلون تبنى؟ يعني اليوم انت اذا تفتح الفيسبوك وتشوف التعليقات فصلوات على النبي، يعني تشعر انه يعني هذه الخطيره، المنظومه التعليميه، المنظومه التربويه، المنظومه القيميه، انت من افرغ لك علي مفاهيم بالفساد الاداري وبرر الفساد الاداري، اقول اخي العزيز هي منظومه كليبتوكراتي، والكليبتوكراتي وحكم اللصوص بجداره. أنا مو هجاء بالمناسبة، لا أهجي أحدا، أنا أصل أنا ما عندي كره ولا عندي أمل بالعودة إلى بلادي، لكن هو الوصف الحقيقي كليبتوقراطية، حكم اللصوص بجدارة، هي هاي الديمقراطية. والتمثل، مفهوم التمثل representation، هذا الخطير. أنت شو تتمثل التاريخ؟ تتمثل التاريخ أنا أريد السلطة السقيفة، هي تحكمنا لحد اليوم السقيفة، هسه راح تقول لي طائفي، إيه سقيفة حكمك لحال اليوم، انت واني وغيرك لحتى هاي اللحظة ما حد مقتنع، ما حد يطيقك، السقيفة راكبة بروسنا. زين شلون تتخلص من السقيفة يا به؟ وشلون تعالجها؟ بيا اطار، بيا اطار منهجي، يلا اعطيني اطار منهجي، يعني شنو الحل؟ ما الحل؟ وهذا الواقع، يعني خلونا نكون واقعيين شوية ونتعاطى مع الواقع. هرم من الجماجم براوند، احنا المتعلق الخارجي، متعلق الخارجي عندك انت الاراده بين خارجيه، انت ما عندك اراده حره، اكو سيطره وهيمنه القوى الاجنبيه، والقوى الاجنبيه هي اللي تتعلق وترسم مستقبلك، فعليك ان تتعاطف مع هذا الواقع حتى هذه اللحظه. شكرا. شكرا دكتور على هذا الفيض المعرفي الجميل، وشكرا الكثير الجميع المتداخلين الذين أضاءوا هذه المحاضرة القيمة.